النهارده هنتكلم على البرزنتيشن اللي اسمها الجيم اوف بروتوكولز. هنتكلم فيها على الديفرنت بروتوكولز، بس هنبدا نتكلم على خمس دقائق بس بسرعه. الخمس دقائق دول هنتكلم عن الكورونا. انا عارف طبعا ان كل الناس عارفه معلومات كتير جدا ويمكن اكتر مني عن الكورونا بسبب الحمد لله فيض المعلومات اللي بتحصل في الفتره اللي فاتت. فانا هدفي ان الناس كلها تبقى فاهمه ايه اللي بيتقال علشان خاطر يبقى كله فاهم. تمام. طيب انا هبدا دلوقتي وهعمل شير سكرين عشان كله يشوف البرزنتيشن معايا. طيب انا عندي الموضوع بتاع الكورونا هتكلم فيه بسرعه. البدايه كل الناس عارفاها فانا هتكلم بسرعه. I have nothing to disclose. اول حاجه العطسه، انا حاطط لك صوره العطسه عشان خاطر تبقى فاهم كل اللي هنتكلم عليه بعد كده. دي صوره متاخده من جامعه نيويورك لواحد بيعطس عشان تشوف قد ايه لما واحد بيجي يعطس قدامك بينشر ايه العدوى. لكن اللي انت لازم تبقى فاهمه ان دي دروبلت. الدروبلت ده يعني عاده بيقع على مسافه متر و80 سنتي، يعني اقل من 2 متر. عشان كده قلنا ان العيان المفروض لما بيبقى في عندنا مستشفى وفي عنبر تحاول تخلي على قد ما تقدر السراير تبعد عن بعض 2 متر علشان خاطر الدروبلت انفكشنز ما تنتشرش. طبعا كان في كلام اتقال على ان هو ايربورن، وبعد كده قالوا لا، البحث بيقول ان لما يحصل ايروزال جينيريتنج بروسيدير بيبقى موجود في الاريا اللي حوالين البروسيدير. يعني ايه ايروزال جينيريتنج بروسيدير؟ ايروزال جينيريتنج بروسيدير يعني حاجه عمليه او يعني حاجة انت بتعملها زي الاندوتراكيال انتيوبيشن او السي بي ار او حاجة من الحاجات دي تكون هي اللي بتؤدي الى الرذاذ. فهم قالوا ان لو انت هتعمل حاجة تؤدي الى الرذاذ زي ان انت تعمل تراكيوستومي، ان انت تعمل برونكوسكوبي، ان انت تعمل منظار، ان انت تعمل سي بي ار، او ان انت حتى تفحص الثروت، كل ده لازم تبقى لابس N95. يبقى القاعدة اللي احنا عايزين نعرفها ان ال N95 دي اهم حاجه، ان ال N95 هنلبسه لو في ايروزال جينيريتنج بروسيدير. يبقى لو انت هيكون عندك ايروزال جينيريتنج بروسيدير يا اخوانا، الصوت واصل لكم ولا الصوت مش واصل؟ انا في حد بيقول الصوت مش واصل. ممكن حد يكتب لي على الشات لو الصوت واصل؟ طيب خلاص، يبقى دي حاله فرديه بس. طيب تمام، انا اسف، هرجع تاني. طيب يبقى احنا اهم حاجه نبقى عارفينها ان احنا لو في ايروزال جينيريتنج بروسيدير يبقى هلبس ال N95. يبقى الجايد لاينز الامريكاني علشان هي دايما اكثر حرصا بتقول انت جوه المستشفى تلبس N95 طالما انت ان كونتاكت مع العيان. لكن ال WHO بتقول البس ال N95 لو في ايروزال جينيريتنج بروسيدير. اهم حاجه تبقوا عارفينها واللي الناس مش واخده بالها منها حكايه ان انت تفحص بق العيان. يبقى لما يجي دكتور عايز يشوف العيل عنده اللوز ولا لا، يبقى المفروض بالجايد لاينز لازم تلبس الماسك ال N95 سواء ال WHO جايد لاينز او ال CDC جايد لاينز. يبقى انت تبقى فاهم ان دي الحاجه المهمه. لكن لو انت هتدخل تكشف على العيان بس، يبقى السيرجيكال ماسك از انف از بير ذا WHO ريكومنديشنز. طب ايه اللي هيحصل لو تبنينا فكره ال CDC ان انا البس N95 على طول؟ هتخلص منك ال N95 وهتقعد تغني ظلمون. الوضع ده هيخلص امتى؟ محدش عارف. قدامنا شهور، قدامنا سنه، محدش عارف. فبالتالي اهم حاجه ان انت تحافظ على الريسورسز بتاعتك وما تعملش حاجه زياده تكون النتيجه ان انت تخلص الريسورسز بسرعه. فيبقى بالتالي عشان دي اول ريكومنديشن احنا هنقولها النهارده في اول حاجه في البروتوكولز. يبقى لما تشوف العطسه وشايف الصوره ازاي بتنتشر، يبقى تبقى فاهم ان انت تبقى لابس ماسك، لان كمان الرذاذ ده بينتقل بالكلام لو هو بيتكلم قدامك. يبقى طول الوقت تلبس سيرجيكال ماسك. ايه تاني؟ ممكن جوجلز. طبعا مستشفيات مصر نادرا ان تلاقي فيها جوجلز، فحتى النظاره العاديه ممكن تقلل من الرذاذ. طبعا مش هقول لك ان هي احسن، اكيد لا، مش احسن من الميديكال جوجلز، لكن النظاره بتكون من الحاجات اللي ممكن تقلل ان الرذاذ يدخل في عينك، لان الرذاذ ده لو دخل في عينك ممكن يعديك. يبقى الحكايه بس مش بقك ومناخيرك، لا، كمان ممكن تيجي في العين.
بعد كده احنا قلنا الحكايه دي مليون مره. الكورونا فايروسز اتسمت كورونا ليه؟ عشان بالالكترون مايكروسكوب السبايكس اللي عليها بتبان زي التاج، والتاج ده اسمه باللاتين الكورونا، وهي اكبر ار ان اي فايروس. عشان كده احنا قلنا السيرجيكال ماسك از انف، لان هي حجمها كبير. مش هندخل في التفاصيل، وان فيه هيومن سترينز كتيره، والاشهرها السارس والميرس والنوفيل كورونا فايروس. واحنا قلنا قبل كده ان هو ما بيبانش في الريجولار بايوفاير، لان الريجولار بايوفاير بيديتكت الكورونا فايروسز التانيين، مش بيديتكت النوفيل كورونا فايروس. طبعا احنا قلنا لما الكورونا فايروس ده اتنشر في العالم، اول حاجه كان خسرت كانت الصين، لكن دلوقتي الخساره على كل الدول. المورتاليتي بتاعت الكورونا فايروس، انا عايزك تركز على الصفحه دي، لان الصفحه دي هي اللي عايزك تاخد المصدر بتاعك دايما منها. الصفحه دي بتاعت جونز هوبكنز، اظن ان الاغلب الناس عارفينها، انا هوريها لك دلوقتي على ال دي الصفحة. أنا بوريها لك على البراوزر، هتلاقي إن الصفحة بتاعت جون هوبكنز هنا كاتبين التوتال نمبر أوف كيسز، هنا ده التوتال نمبر أوف كيسز، وهنا البلاد، وتقدر إن أنت تاخد تفاصيل البلد بإن أنت تروح على البلد. يعني أنا هنا لو عايز أشوف مصر، هقوم جاي مكبر وجاي على مصر، هيقوم جاي عامل لي الداتا بتاعت مصر هنا، ويبدأ إن هو يعمل لك بعد كده الكيرف بتاع مصر، ويديك معلومات عن مصر بالطريقه دي. فدي لازم اللي تاخد مصدرك منه، وهتلاقي كل الدول، وهنا معلومات عن المورتاليتي، هنا عدد الحالات اللي ماتوا حتى الان بالكورونا 50230. يبقى انت تاخد وتستقي المعلومات من الموقع ده، لان الموقع ده هو الوحيد الموثوق فيه بناء على ارتكل موجوده هنا في اللانسيت انفكشس ديزيز، اللي هي نمبر 1 انفكشس ديزيز ارتكل. هتلاقي فيها كل الدول وكل المعلومات، وهتبقى ابديتد ثانيه بثانيه، تمام؟ يبقى الموقع ده بيبقى ابديتد ثانيه بثانيه، وتلاقي هنا بيجي لك الداتا الكيرف واللوجاريثميك والديلي انكريز، عشان خاطر لو اي واحد عايز يعمل ريسيرش، وهنا المورتاليتي بتاعت الدول، ويقدر يعمل لك مقارنات بين الدول. طيب نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. طيب كورونا فيروس ده شكله كلنا عارفينه، وعليه السبايكس، اللي هي السبايكس دي اللي هي بعد كده بيتكون ضدها انتي بودي، اللي احنا بندور بيه على البني ادم ده اتعدى ولا لا. طيب احنا لما العيانين دول اتعدوا ولا لا، يعني ايه؟ احنا بندور على انتي السبايك او الاس جلايكوبروتين الانتي بوديز. الانتي بوديز دي اللي بدور بيها. طيب هل ينفع زي ما بيعملوا في بعض الحاجات في مصر ان انا ادور علشان اشوف العيان ده عيان ولا لا بالانتي بوديز؟ الاجابه لا، لان الانتي بوديز دي بتظهر بعد ما العيان يكون اتعدى. في ناس قالت الاي جي ام بيظهر بعد 3 ل 5 ايام، لكن لما كانوا بيعملوا سكريننج بالانتي بوديز ده مش منطقي، انما لو انت عايز تعرف يبقى لازم البي سي ار يبقى اسرع. لكن الانتي بوديز مفيد في الاستادي اللي احنا هنعملها. ليه؟ لان انا عايز اعرف ان في بعض الدكاتره بيقولوا لا انا حاسس ان مصر الدنيا فيها هاديه مش مولعه زي امريكا ولا ايطاليا ولا المانيا، لان الكورونا ده جه مصر في شهر 11 و12، حيث ان كانت الرعايات كلها مرميه مليانه عيانين، وشهر 11 و12 الكورونا دي جت. فاحنا اللي احنا بنشوفه ده هو الكيرف وهو نازل، مش الكيرف وهو طالع. ازاي نعرف نعمل الحكايه دي؟ نعمل ماس سكريننج بالانتي بوديز. لو لقينا ان ناس كتير عندها الاي جي جي، يبقى معنى كده ان ممكن تكون الانفكشن ده كان جالنا فعلا بدري، او بيجي للمصريين كتير بس صاب كلينيكال. فهي دي اللي هيبقى مهمه الانتي بودي. يبقى الانتي بودي دي مهمته علشان يوريك الباست انفكشن. طب هل ممكن استعمله في الاكيوت انفكشن؟ مشكلته ان هو بيتاخر. فمعنى ان هو بيتاخر، لو انا جالي السيمبتومز النهارده ورحت حللته هيبقى نيجاتيف، لان هو بيبقى بوزيتيف بعد 3 ل 5 ايام، فممكن السنسيتيفيتي بتاعته تبقى قليله. لكن لو واحد جه قال لي انا بقالي اسبوع بكح، فممكن ساعتها تستعمله. هو الميزه بتاعته ان هو ارخص. الميزه الثانيه غير ان هو ارخص، ان هو هيكون تقدر تعمله على ماس سكريننج. انا ما اقدرش ان انا اعمل بي سي ار لكل العيانين، لان انا مش الامكانيات بتاعت الدوله بتاعتي كده، فساعتها ممكن ده اعمل سكريننج. بس لازم كدوله ابقى انا عارف ايه خطه السكريننج. يعني انت هتعمل سكريننج ليه؟ لو انا هعمل سكريننج علشان خاطر ان انا احط العيانين في مستشفى العزل، يبقى اللي انا بعمله ده غلط. ليه غلط؟ لان انا مش هقدر ان انا
املى كل السراير بتاعتي بعيانين مايلد، ساعتها المستشفيات بتاعت الهزله هتتردم، وفي خلال يومين ثلاثه هتكون النتيجه ان انا هضطر ان انا املى كل مستشفيات مصر، ودي اللي انا شايف ان هو هيحصل الاسبوع الجاي. ليه؟ لان انت خدت العيانين الكويسين حطيتهم في مستشفيات العزل، بينما العيانين الكويسين دول كنت المفروض تعلمهم وتعملهم عزل منزلي، لكن ده الوضع اللي للاسف وصلنا ليه. البيبر دي هي اهم بيبر بدات، وكانت اول بيبر نزلت في يناير في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، اللي وصفت العيانين الاولانيين بتاعه الكورونا فيروس بتاعه الاوت بريك بتاع ووهان، وماس بين فيها قبل 1 يناير ومن 1 ل 11 ومن 12 ل 22. وهنا اتكلموا كان اهم حاجه احنا قلناها هي ان العيانين تحت 15 سنه كانوا زيرو 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 لغايه يوم 22 يناير، بعد كده ابتدى العيانين الصغيرين ان هم يزيدوا. طبعا الاعراض بتاعه الكوفيد هي اعراض نزله البرد، ممكن تكون أشد شوية عند بعض العيانين، لكن هي أعراض الكوفيد تتشابه مع الإنفلونزا. علشان كده حتى لما بيقولك العيان بيجي بالتهاب رئوي، الإنفلونزا بتيجي بالتهاب رئوي، يجي بشوية صداع وسخونية زي الإنفلونزا. أهم حاجة أنا هقولها لك، عشان في حاجة نزلت في البروجرام بتاع البروتوكول بتاع ماساتشوستس جنرال اللي هنتكلم عليه، اللي هو لسه نازل امبارح، عن الإنفلونزا. الكوفيد is a viral syndrome، ومع كل الفيرال سيندرومز بيبقى فيه زي فيريميا، اللي هي بيبقى فيها ايه، سخونيه ورعشه، وممكن يبقى معاك فيرال نيمونيا. اهم حاجه تبقى في الكوفيد ان انت صعب ان انت تفرق الكوفيد عن الاذر فيرال illnesses، يعني صعب جدا ان انت كلينيكالي تفرق بينهم. ايوه احنا بنقول ساعات ان الكوفيد ما بيبقاش معاه راني نوز زي الراينو فيروس مثلا، ايوه بنقول كده، لكن ما تضمنش، في حالات بتيجي كده. احنا قلنا في اول بيبرز ان الفيفر كانت موجوده عند تقريبا 80 ل 90% من العيانين، شويه والبيبرز بعد كده قالت لك لا ده يمكن 60 ل 70%، فيبقى خلي بالك ان ما فيش عرض هتلاقيه 100% من العيانين، فخلي بالك من النقطه دي. لكن احنا في مصر، سيبك من الارقام رسميا، انا مش عامل عشان خاطر اقولك الارقام الرسميه، مش ده هدف المحاضره، انا هدف المحاضره اقولك ان الكوفيد منتشر جدا جدا جدا، وكل ما واحد يكلمني الاقيه تعبان. طبعا ممكن ان هو يكون عيان عشان اذر فايرال ايلنس، ما احنا مش ممكن يكون الكوفيد شطب على الاذر كورونا فايروس وشطب على الانفلونزا وعلى الراينو فايروس وعلى الميتانومو فايروس والبارا انفلونزا والريسبيراتوري سينسيتيا، اكيد الحاجات دي موجوده، بس موجوده اللي دلوقتي تقريبا كوفيد 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 كوفيد، وده مرض معدي جدا وهنتكلم عليه دلوقتي. لكن عايزك تشوف البيبر دي اللي نزلت من حوالي 3 4 اسابيع. البيبر بتاع دونج وايتال كان بيتكلم فيها على التشيلدرن، وهي دي اللي بنينا فيها الفكره اللي احنا هنعمل بيها بحث على الكوفيد ازاي ننهي دي، هقولها في دقيقه واحده عشان ما اعطلكمش. هنا قال ان الاطفال لما كانوا بيجي لهم كوفيد عاده بيبقى اسيمتوماتيك او مايل، وهنا قال ان الحالات اللي من 6 ل 10 سنين كان زيرو منهم كريتيكال، تمام؟ فعاده الكوفيد لما بيجي في الاطفال، الكوفيد لما بيجي في الاطفال عاده بتبقى حاجه مايلد. وكمان لقوا ان مفيش ولا طفل تحت 10 سنين مات لغايه تقريبا نص مارس. في نص مارس نزلت البيبر بتاعت نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن عن الصين ان في عيل مات، بعديها من 3 ايام في الينوي في امريكا عيل تاني مات، فبالتالي تحت سنه في 2 عيال ماتوا، حتى الان تحت 10 سنين ما فيش غيرهم، هم نفس الاثنين، فبالتالي المرض عند الاطفال از فيري مايل. السؤال، هل الاطفال بينقلوا المرض زي الكبار؟ حتى الان مفيش ستادي قالت ان الاطفال بتنقل زي الكبار، لكن احنا بنرجح ان ممكن يكونوا ايوه، لكن هنشوف بعد كده هل الكلام ده صح ولا غلط. طيب الكوفيد معدي قد ايه؟ هنا الرسمه دي بتقول لك هاو فار ذا فيروس كان جو. الكوفيد بينقل، احنا قلنا متر و80 سم، فتقدر تجيب الواحد في دايره قطرها تقريبا 4 متر. بينما الميزلز بيقول لك ان هو علشان ايربون، الميزلز او الفاريسيلا بيتنقل لمسافه قد تصل الى 100 فيت، يعني 30 متر، يبقى انت لو في واحد واقف على مسافه 30 متر هيقدر يجيبه. علشان كده انا كنت مطالب ان انا احقق في اوت بريك في احد المستشفيات في مصر، كان اوت بريك كان فاريسيلا اللي هي زي الميزلز، فالاوت بريك ده لما حصل قالوا لي عايزك تشوف انهي من الممرضين اللي ساكنين دول جالهم من الممرضه اللي عندها عدوى. لما جينا نعمل التحليل لقينا ان كل الممرضات
اللي كانوا مش اميون جالهم المرض. بمعنى اصح ان الميزلز والفاريسيلا دول لو جم لواحد هيعدوا كل اللي معاه في البيت الا لو كنت اميون. ليه؟ لان هم معديين جدا، وهنشوف رسمه تانية هم قد ايه هم معديين. هنا دي الانفلونزا، لو بدات بخمس عيانين بعد 3 سايكل هيبقوا 20، بعد كده 31، وبعد كده هيبقوا 45. بينما الكوفيد لو بدات بخمسه تاني سايكل هيبقوا 18، تاني سايكل ثالث سايكل 52، ورابع سايكل هيبقوا 140، وخامس سايكل هيبقوا تقريبا 368. فده مرض معدي جدا. بص على الرسمه دي، النوفيل كورونا فيروس الانفكتيفيتي بتاعته تقريبا 2.3، يعني هنا يعني ما يسبقوش بس غير الميزلز والتشيكن بوكس، لكن المورتاليتي بتاعته اقل من الميرس والبيرد فلو والاسبانيش فلو. طيب الايسوليشن بتاع العيان الكوفيد في المستشفى بيبقى كونتاكت ودروبلت. كونتاكت يعني تلبس جاون وجلوفز، دروبلت يعني تلبس ماسك. لو استعملت الـ N95 هل هي حاجة حلوة؟ حاجة حلوة، بس أنا عايز أقول لك معلومة مهمة عن الـ N95 عشان كل الناس تبقى فاهمينها. الـ N95 لما جيت أنا ألبسه في أمريكا أتدرب عليه قبل ما أبقى نايب، يعني أنت لازم تتدرب قبل ما تبقى نايب، مش أول ما تبقى نايب يقول لك خش البس الماسك. قعدت تقريباً ساعة ونص عشان أعمل تدريب على الـ N95. ليه؟ عشان بيقعد يديك ماسك وبعدين يجربوا عليك، ويديك الماسك اللي بعده، ويديك الماسك عشان تعرف احسن مقاس يقفل عليك. فبالتالي في مقاس معين يقفل على وشك والمقاس التاني ما يقفلش، وبتيجي الممرضه تعمل اختبار تخليك تنفخ تشوف الماسك بيتنفخ ولا لا، وترشلك كولونيا من كل الجهات عشان تتاكد ان انت ما بتشمش الكولونيا لو اترشت. علشان كده انا لما بشوف ناس في الشارع لابسين N95 بقعد اضحك، بقول كل ده كلام فاضي. فعلشان كده انا بقول لحضراتكم لما انت تلبس N95 ومش عامل الاختبار ده، فانا اسف انت بتضحك على نفسك، انت بترمي الفلوس، لكن انا واثق ان مفيش حد بيلبسه صح، لان لبس الـ N95 صح ده محتاج تدريب واختبار. فلو انت لبست واحد مش المقاس اللي مكتوب، انا اوعدك ان هو ده كله كلام فاضي، وسلبس السيرجيكال ماسك اوفر لك ويمكن تعرف تلبسه صح، لكن كل اللي بيلبس ده كلام هكس. المهم ان انت تخلي بالك من عينك، لان العيان لو كح وانت ما بتلبسش نظاره الرذاذ ده هيجي في عينك وفعلا ممكن تتعدي من عينك، فدي حاجه مهمه. ده مش كده، ده في ناس اتعدت من الاتش اي في من عينها، فخلي بالك ان العين ممكن تتعدي. لدرجة ان انا في حد قال لي انا بس بمشي في الشارع بقول هات نظارة شمس، البس اي حاجة تحمي عينك كأنها جوجل. فدي المعلومة المهمة اللي حضرتك تبقى عارفها. الهوسبيتال ستاف سيفتي احنا قلناها، الجاون والجلوفز والـ N95 لو في اروزال جنريتنج بروسيدير اللي هو الانتيوبيشن والنون انفيزيف فنتيليشن. النون انفيزيف فنتيليشن ده يعني لما تيجي تركب للعيان السي باب ماسك. وعلشان كده خلي بالك هتلاقي الجايد لاينز اللي انا هوريها لك دلوقتي البروتوكولز بيتكلموا عن النيبيولايزر. ليه؟ لان النيبيولايزر بتاعنا واحد من اخطر الحاجات. النيبيولايزر خلي بالك منه، لان انت لما بتعمل نيبيولايزر تحط للعيان سالاين ولا تحط له اتروفنت ولا فاركولين، هتكون النتيجه اللي انت بتكححه، تخلي العيان انت بتدي له هواء وتكححه فقاعد يطلع اروزال حواليك. علشان كده هتلاقي في البروتوكول بتاع ماساتشوستس جنرال هوسبيتال يقول لك افويد نيبيولايزر، افويد نيبيولايزر، وحاول على قد ما تقدر ان انت تستعمل ايه البخاخات. يبقى احنا نحاول ان احنا نستعمل البخاخات ونبعد عن النيبيولايزر عشان ما تاذيش الناس حواليك. طيب التريتمنت بتاعنا هيبقى عن طريق البروتوكولز. يبقى التريتمنت هيكون عن طريق البروتوكولز اللي هنتكلم عليها دلوقتي. في اي حد عنده اسئله لغايه لما هنبدا البروتوكولز؟ طيب هنبدا. المحاضره مسجله، احنا بس مش معنى اقول لك المحاضره مسجله تخرج، انا يعني بقول المحاضره مسجله عشان خاطر تستفيد. طيب التريتمنت بروتوكولز هنبدا هنا، انا هديك التريتمنت بروتوكول اللي هنتكلم عليه. اول واحد هو بتاع ماونت سيناي، تاني واحد هو بتاع ميشيغان، ثالث واحد بتاع ماساتشوستس جنرال هوسبيتال، رابع واحد ده بتاع كينج فيصل، خامس واحد بتاع وزاره الصحه، هنتكلم على البوكلت وهنتكلم على الدايجنوزز، واخر واحد بتاع اسوان هارت سنتر بتاع مؤسسه مجدي يعقوب انا كنت مشارك فيه، فانا اكيد هبقى متحيز بس ماشي. المهم هقول لك الحكايه.
القصة كالآتي، ده البروتوكول. أنا ليه هشرحه لك؟ أنا هشرحه لك لأن معظم الناس كل شوية حد يشير بيبر، حد يشير بروتوكول، كل شوية حد يشير بيبر، حد يشير بروتوكول، فبتكون النتيجة إن هو الناس بتبدأ تتشتت، فأنا مش عايز الناس تتشتت. طيب جميل، ركز. البروتوكول بتاع ماونت سيناي ده سهل قوي، فعلشان كده انا عايزك تعرفه علشان خاطر تفهم هو ماشي على ايه. البروتوكول بتاع ماونت سيناي بيقول لك انا هقسم العيانين لمايل ومودريت وسيفير، وفي سيفير ويز اند اورجان دامج او ريسبيراتوري فيلير. المايل ديزيز بتاع الكوفيد، يعني العيان اللي هو ما عندوش نمونيا وما عندوش دي ساتوريشن، يعني هو الساتوريشن بتاعه اكتر من 94%، تمام، نو ايفيدنس اوف نمونيا والساتوريشن بتاعه كويس، العيان ده المفروض يروح. يبقى اذا لو انا واحد جالي اخويا قال لي الحقني انا مش انا تعبان وحرارتي 38 وانا عندي إيه، انا كنت مخالط لواحد اتشخص كورونا، تقوم انت تقول له ايه؟ عندك نهجان؟ لا. عملت شيست اكس راي في نمونيا؟ لا. الساتوريشن بتاعي كام؟ 97 اتروم اير. تقول له اعزل نفسك في البيت، انا ماليش دعوه اللي بتعمله الوزاره، انا بقول لك الكلام بتاع الجايد لاينز. ليه؟ لان انت لما هتملى السراير بتاعتك بعيانين مش عيانين هتكون النتيجه ان فجاه لما هيزيد المرض مش هتلاقي مكان، والعيان اللي انت حجزته عشان تقول له 14 يوم هتتفاجئ ان انت مليت السراير، الا لو كان ده هدفك ان انت تملى سراير بعيانين كويسين، بس دي مش قصتي. اللي انا عايز اقوله ان انت العيان ده لما مفروض ما يدخلش المايل ديزيز، بس مش معنى ان هو ما يدخلش ان انت تقوله روح العب وانزل الشارع ويروح القهوة، لا، الصح ان انت تقوله اعمل هوم ايسوليشن وتعلمه، تعلمه، وفي جايد لاين هبعته لكم اللي هو الهوم ايسوليشن، يقعد في اوضه لوحده وما يعديش عيلته، لان هو لو عدى عيلته كان الاحسن ان انا اعزله، فبالتالي انت تعمله هوم ايسوليشن، وهو ده اللي بدا في ايطاليا وانجلترا وامريكا. امريكا اي واحد بوزيتيف وما عندوش الفلاج ساينز اللي هي النمونيا والدي ساتوريشن بيروح البيت، لان انا مش فاضي ان انا يعني احجز العيانين دول، فبالتالي دول مش هيتحجزوا وياخدوا سبورتيف كير. سبورتيف كير اللي هو ايه؟ اللي هو انالجيزكس وفلويدز. طيب هل بياخدوا هيدروكسيكلوروكين في البيت؟ الاجابه لا. هيدروكسيكلوروكين بالجايد لاينز، ماليش دعوه باللي بيتقال هنا، المفروض ما يتاخدش في البيت. ليه؟ لان هيدروكسيكلوروكين ممكن يعمل سايد افكتس، ومنها ان هو بيعمل سايد افكتس، بيعمل كاردياك اريزميا، فبالتالي تخلي بالك ان انت ما تديهوش في البيت. هيقوم واحد يرد عليا، طب ما احنا بقالنا 100 سنه بنديه العيانين اللوبس ومفيش حاجه بتحصل. ايوه حبيبي، اولا انت بتديه العيانين اللوبس بجرعه غير الجرعه اللي مكتوبه هنا، جرعه اقل. ثانيا عيان اللوبس انت بتديه له عيان كرونيك وانت هتتابعه، لكن عيان في مرض بيتشقلب بسرعه. العيان بتاع الكوفيد ده ممكن يبقى الصبح زي الفل وبعد ساعه او ساعتين تلاقيه نايل ب60 نيله وممكن يحتاج اكمو، فبالتالي العيان ده يبقى مونيتور. فمن فضلك محدش يتبرع وان هو عايز يتوصف اخوه او يتوصف اخته او ابن عمه يقول والله انا هديك العلاج. عايز تعمل واحد يقول لي بس على فكره هيدروكسيكلوروكين حلو، انا مش بقول لك ان هو وحش، انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص، انا بتكلم ان هو المايل ديزيز حتى الان بالجايد لاينز مش برايي ما بياخدش هيدروكسيكلوروكين. امال لو في مودريت ديزيز اللي هو عندك هايبوكسيا او نمونيا، لا، ده هيدخل المستشفى وهياخد هيدروكسيكلوروكين. وكمان غير الهيدروكسيكلوروكين ان انت فيها وريكم في الجايد لاينز بتاع ميشيغان ان هنا بيدوا ازيثروميسين. ليه ازيثروميسين؟ لان لقوا الازيثروميسين بيحسن العيانين بتوع الكوفيد، وكمان لان الازيثروميسين بارت من البروتوكول بتاع النمونيا. السيفير هياخد هيدروكسيكلوروكين، والسيفير والاند اورجان دامج هياخد هيدروكسيكلوروكين. الفكره ان هيدروكسيكلوروكين هيبقى قاسم مشترك اعظم في كل العيانين الهوسبيتالايزد، بس خلي بالك ان انت تتاكد ان الكيو تي مش برولونجد، لان لو العيان الكيو تي بتاعته برولونجد هتكون النتيجه ان ممكن يجي له تورسات دي بوا. انا اخويا شغال في نيويورك وعندهم عيان مات من تورسات دي بوا بسبب هيدروكسيكلوروكين مع ازيثروميسين. فيبقى انت يا فرحتي ان انت عايز تدخله وتتوصى بيه، او واحد منكم عايز يتوصى باخوه يقول له خد ازيثروميسين وهيدروكسيكلوروكين ويموت في البيت. فمن فضلك من فضلك امشي صح. يبقى العيان هتعمله شيست اكس راي تتاكد ان ما عندوش نمونيا وما عندوش دي ساتوريشن وكل الحكايه فيفر، يتعالج في البيت سبورتيف بباراسيتامول وفلويد، ما تديلوش حاجه ثانيه من فضلك، تمام؟
طيب مودريت هياخد الهيدروكسيكلوروكين بلس لو عنده نمونيا هياخد علاج النمونيا اللي احنا هنتكلم عليه في البروتوكول الثاني اللي هو سيفتراكزون وازيثروميسين. لو سيفير ديزيز هياخد الهيدروكسيكلوروكوين وفي امريكا بيجامب للانتي فايروس. في الصين كان بيدوا فافيبرافير في امريكا بيتحط على الترايل بتاع ريمدسفير. للاسف ريمدسفير مش موجود في مصر. بعد كده هنشوف الحاجات البروتوكول هتلاقي بتاع ماونت ساينايت حاطط لك الدوزز. الدوز 400 ملي جرام كل 12 ساعه لودنج وبعد كده 400 ديلي سواء 200 كل 12 او هنا حاطط 400 وانس ديلي وبعد كده بيتكلم عن ريمدسفير. الماونت ساينايت بروتوكول ظريف جدا. هنا الاس انهيبيتورز برضو بيقول لك ولا توقف ولا تبدا. ليه؟ علشان مش عارفين هو بيدخل الريسبتور بتاعه الايس، لكن هل لو وقفت العيان هيستفيد؟ قال لك ما يمكن العيان يموت بكارديوجينيك شوك لو هو عيان كاردياك او يموت بستروك او ام اي. فلو هو ماشي على العلاج كمل ومش عارفين بس من فضلك ما تبداش. بعد كده الكورتيكوستيرويد قال لك نوت ريكومندد. اللوبينافير ريتونافير الاستادي اللي اتنشرت يوم 17 مارس نوت ريكومندد. يبقى فرود الكاليترا في الادلت نوت ريكومند. الدارونا فير كوبيس ستات اللي هو بريسكوبكس نوت ريكومند. الاسولتاني فير ركز عشان دي اهم سؤال واكتر سؤال انا بتساله فهوريك الجايد لاين بتاعت امبارح تختلف ايه عن الجايد لاين اللي مكتوبه دي من الاسبوع اللي فات. التامي فلو لما بيتاخد احنا بنديه ليه؟ التامي فلو احنا بنديه علشان العيان لما هيجي لي في الاستقبال انا ببقاش عارف السيمتومز اللي عنده دي سيمتومز بتاعت انفلونزا ولا سيمتومز بتاعت كوفيد. طب هل التامي فلو ليه اي افكت؟ هنا مكتوب لك اهو doesn't use نيورامينيديز as part of the viral replication. يبقى الاسولتاميفير ملوش اي رول في عيان الكوفيد. امال انا بدي الاسولتاميفير ليه؟ انا بدي الاسولتاميفير علشان خاطر الاسولتاميفير ده لو كانت الاعراض بتاعته بسبب انفلونزا يبقى الاسولتاميفير هيعالجه لانه بيعالج الانفلونزا. طب لو انا في مستشفى زي المستشفيات في مصر كويسه اللي هي عندها القدره انها تعمل التحليل بتاع البايوفاير او المالتيبلكس بتاع كياجين او اي شركه ثانيه. لو انا اكسكلودد الانفلونزا يبقى انا اوقف الاسولتاميفير. يبقى الاسولتاميفير انت بتبدا بيه لغايه لما تكسكلود الانفلونزا. تمام؟ لكن بعد الانفلونزا ما حصل اكسكلوجن يبقى ما تجيش تكمل على الاسولتاميفير. ماشي؟ الريبافايرين فيلد، النيتازوكسانايد فيلد، الاي دي اي جي لو العيان عنده هايبوجاما جلوبولينيميا. طيب اللي بعده ده البروتوكول بتاع ميشيغان. ركز فيه برضه مقسم العيانين مايلد ومودريت وسيفير واخد التقسيمه دي من ال WHO. مايلد نمونيا وسيفير نمونيا ومودريت والعيان قلنا المايل هيروح. نفس الحكايه هنا كاتب الهيدروكسيكلوروكين. انا عايزك تركز على حاجه معينه في الهيدروكسيكلوروكين. هنا في البروتوكول ده هو كاتب اللودنج. بص انا اسف ثانيه واحده. الدوزز كانت موجوده على البروتوكول بتاع الهيدروكسيكلوروكين بتاع ميشيغان كان حاطط 600 ملي جرام كل 12 وبعد كده هيدي الدوز اعلى 400 كل 12 وده كان دبل الدوز. ليه؟ بناء على البيبر اللي نزلت في الكلينيكال انفكشس ديزيز ان الجرعات العاليه بتؤدي الى ان المستوى في الدم بيبقى عالي فالعيان بيستفيد. احنا لما جينا في مصر نقول لنا الجرعه العاليه دي مشكلتها ايه؟ ان انت السايد افكتس بتاعتك هتزيد وكمان هتخلص الهيدروكسيكلوروكين وهو مش موجود عندنا، فهنمشي على الجرعه اللي هي بتاعت 400 لودين كل 12 و 400 بعد كده اللي هي 200 كل 12، تمام؟ طيب هنا حاطين الريمدسفير وحاطين التوسيليزوماب. ركز بقى على التوسيليزوماب. التوسيليزوماب اللي هو الاكتمرا اهم حاجه تبقى عارف حاجه مهمه على الدواء بتاع التوسيليزوماب. التوسيليزوماب ده دواء لعلاج الروماتويد ارثرايتس وبيقلل الانفلاميشن. ليه؟ لان هو بانتي انترلوكين 6. هنا كاتبين لابيرابيتري بارامترز اللي تخليك تدي توسيليزوماب. الاكتمرا على فكره موجود في مصر. سؤال، العيانين بتوع الكوفيد معظمهم بيموت بايه؟ مش بتموت بالفيروس، انت بتموت بالاميون ريسبونس اللي بتحصل اجينست الفيروس. لدرجه ان هم لقوا حاجه غريبه، لقوا ان بعض العيانين الاميون كومبرومايزد
عكس ما كانوا متخيلين بيعدوا وبتبقى الدنيا معاهم ماشيه حلو. يعني العيانين اللي انتم بتسمعوا ان هم بيموتوا اللي هو عنده ضغط وسكر وقلب وكبد وكلى وفوق الستين سنه، واكتر عيانين بيموتوا بتوع الضغط والسكر في الستينات، لكن عيانين الاميون كومبرومايزد والترانسبلانت كانوا فاكرين ان هم هيفيصوا في اول يوم، لكن الحاجه الغريبه ان لقوهم بيعدوا حلو. وفي بيبر اتعملت على الاثنين عيانين في الصين بتاع الهارت ترانسبلانت، واحد بتاع كيدني تقريبا. ليه؟ لان لقوا ان الاميون سبريس مش بيعمل سايتوكاين ستورم. هنا في ميشيغان قايل السايتوكاين ستورم هتعرفها بالسيرم انترلوكين 6 اللي هو اعلى من 3 اضعاف. هل احنا في مصر عندنا انترلوكين 6؟ لا، احنا ما عندناش انترلوكين 6 ميجرمنت اكسبت اللي عامل رساله ماجستير او دكتوراه، انا ما شفتش معمل بيعمله، فمش هنقدر نستعمل الانترلوكين 6، لكن هنقدر نستعمل الفيريتين اللي هي لو الفيريتين اون ادميشن اكتر من 300 او حصل له دبلنج وذين 24 اورز، تمام؟ او الفيريتين اكتر من 600 ات بريزنتيشن والال دي اتش كان اكتر من 250 او لو الدي دايمر اكتر من 1. ولهذا السبب التحاليل دي مهمه ان احنا نعملها لكل عيان. يبقى كل عيان لو دخل لي وانا لقيت ان عنده اللابوراتوري بارامترز بتاعت الفيريتين والال دي اتش والدي دايمر سجستيف اوف سايتوكاين ستورم، يبقى ده العيان اللي هياخد اكتيمرا بلس الاذر تريتمنت اللي هو بياخده، تمام؟ يبقى الاكتيمرا هياخده بلس الاذر تريتمنت. ليه؟ لان الاكتيمرا بيهدي المناعه، وتهديه المناعه دي جزء من ان انا اعالج المرض. طيب هنا هتلاقي ان حاطين الانتي بايوتيك مانجمنت في للعيانين. الانتي بايوتكس بتاع العيانين هنا الامبيسيلين سالباكتر بلس ازيثروميسين، حاطين الانتي بايوتيك ازيثروميسين بلس الامبيسيلين سالباكتر. احنا في امريكا الجايد لاينز بتاعه المانجمنت بتاع كوميونتي اكواير نمونيا يا اما سيفترايكزون ازيثروميسين يا اما يوناسين ازيثروميسين. هما في سنترز بتحب الامبيسيلين سالباكتر على سيفترايكزون لان الانسنس بتاع كلوستريديوم ديفيسيل فيه اقل، فانا ده التريتمنت بتاع النمونيا. يبقى اذا انا هقسم العيانين عشان ابسط عليكم. انا داخل لي عيان من الاستقبال لقيت العيان بيقول انا حرارتي 38 وقاعد اتنطط والعب، هقول له ايه؟ الساتوريشن بتاعك اكتر من 94؟ اه. الاكس راي بتاعك فيها نمونيا؟ لا، روح بيتك. يبقى انت طب انا هعمل له سي تي ولا ما اعملوش سي تي؟ السؤال هتعمل له سي تي ده ليه لازمه في حاجه؟ عاده النمونيا بتبان في الاكس راي. طب انت عايز تعمل سي تي ليه؟ عشان اشوف جراوند جلاس اوباسيتي. ليه؟ عشان اشوف البريفرال جراوند جلاس اوباسيتي عشان اشخص الكوفيد. سؤال، ايه لازمه ان انا اشخص كوفيد في بلد زي مصر الكوفيد فيها دلوقتي كوميونتي ترانسميتد؟ هتقول لي الحكومه بتقول، انا ماليش دعوه بالحكومه، انا بقول لك اللي انا شايفه. اللي انا شايفه ان الكوفيد موجود في كل حته. انا اسف ناس كتير هتزعل، بس انا شايف الكوفيد زي المطر. فبالتالي انا من فضلك ما تردمش المستشفيات، ما تدخلش تعدي لممرضه، ما تدخلش تعدي عيان جامد قوي. فبالتالي انا لو جالي عيان الشيست اكس راي بتاعته كويسه، هل ممكن يكون عنده نمونيا؟ اه، بس اكيد هتبقى نمونيا صغيره، تمام؟ وهما مش طالبين سي تي فور اول بيشنتس، مش مكتوب كده في الجايد لاينز، مش كاتبين ان كل العيانين يعملوا سي تي. مكتوب ان السي تي انديكيتد مثلا لو انت مش شايف العيان عنده ايه، او لقيت عنده اللابز سجست فور سيفير، يبقى انت اللابز دي لازم تعملها، لان لو لقيت الفيريتين عالي جدا يبقى ده معناه ان العيان ده هاي ريسك، ولو العيان ده هاي ريسك يبقى العيان ده هيحتاج يتحجز علشان خاطر ات ريسك اوف جيتنج سايتوكاين ستور. لكن عيان جاي لي حرارته 38 وما عندوش نمونيا في الشيست اكس راي والكلينيكال فايندنجز تمام، والعيان مش دي ساتوريتد، العيان ده يروح ياخد سيمبتوماتيك تريتمنت ات هوم وتتابعه وتقول له لو انت تعبت تعال. طب لو العيان عنده في النمونيا في السي تي او الشيست اكس راي، لا ساعتها لازم تحجزه. ليه لازم تحجزه؟ لانه ممكن يتكحور بسرعه. طب لو عنده نمونيا وهو ما عندوش ريسك فاكتورز، هتدي له علاج الكوميونتي اكواير نمونيا اللي هو سيفترايزون ازيثروميسين او امبيسيلين سالباكتر ازيثروميسين بلس الهيدروكسيكلوروكوين. طب لو العيان دخل الرعايه او عنده ريسك فاكتورز، اه يبقى هتدي له بيبراسيلين تازوباكتر او ميروبينم بلس فانكوميسين. ليه انا ما قلتش هنا احنا هندي في مصر ميروبينم مش هندي بيبراسيلين تازوباكتر؟ لان احنا عندنا مشكلتنا في مصر ان عندنا هاي انسيدنس اوف مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، فخلي بالك من الحته دي. طيب البروتوكول بتاع ماساتشوستس جنرال، ركز، البروتوكول ده نزل امتى؟ البروتوكول ده نزل
1/4 يعني ده نزل امبارح الساعه 7 بالليل يعني النهارده الساعه 1 الصبح. ركز عشان تشوف البروتوكول ده عشان في حاجه مختلفه. اول حاجه انا هديك البروتوكول كان بيتكلم على حاجه مهمه. ايه هي؟ انا هبعت لكم كل البروتوكولات دي عشان اي حد عايز يشوفها. البروتوكول اللي نزل النهارده الفجر بيقول ايه التحاليل اللي تعملها للعيانين، سي بي سي وكومبوننت ميتابوليك بانل والسي بي كي والفيريتين وسي ار بي واي اس ار، كل الكلام ده قلناه، بي تي وبي تي تي ودي دايمن. فايرال سيرولوجيز ماشي، هم بيعملوه عشان لو عندهم هاي انسنس اوف اتش اي بي او في اذر باثولوجيز، علشان الفيروس ده بيرفع ليفر انزيمز، فبالتالي انا ببقى عايز اعرف الليفر انزيمز عاليه ليه؟ لو كان في عنده اسوشيتد فيروس او لو هو اتش اي في، علشان كانوا بيدوا كاليترا. طيب ال دي اتش وتروبونين كل ده احنا عارفينه عشان الفيروس ده بيعمل مايوكاردايتس. وهنا قايلين حاجه ان انت هتعمل السارس كوفي تيست وروتين انفلونزا ار نو لونجر ريكومندد بيزد اون لو كارنت بريفلنس. بص الحته الصفراء دي هم حاطينها علشان حاجه مهمه جدا. ليه؟ ركز بقى، هم ليه حاطين الجمله دي؟ لان الابديت الاولاني اللي شاف البروتوكول بتاع ماساتشوستس جنرال هوسبيتال من 10 ايام او اسبوعين هيلاقي ان هو كان مختلف. ليه؟ لان هم لقوا ان قبل الاوت بريك بتاع الكوفيد قال لك لازم هنعمل الريسبيراتوري فايرال بانل علشان خاطر اعرف العيان ده عنده انفلونزا ولا لا. لكن هم كانوا بداوا ان هم يعملوا لكل العيانين التحليل بتاع الريسبيراتوري فايرال بانل، لقوا ان الانسيدنس اوف كو انفكشن ده قليل. تمام؟ فقال لك ان الانفلونزا مش موجوده كتير، فبالتالي التحليل ده اصبح ملوش لازمه، وبناء عليه هوريك في التريتمنت هم قالوا ايه. طب هنا قايلين ايه؟ قال اعمل بورتابل تشيست اكس راي ادميشن. ليه هم كاتبين بورتابل تشيست اكس راي؟ خلي بالك هم كاتبين البورتابل تشيست اكس راي في البروتوكول بتاع ماساتشوستس جنرال لحكمه، ان هو مش عايز العيان يتحرك كتير في المستشفى. ليه؟ لان كل ما هو قاعد يتحرك في المستشفى هو قاعد يعدي ناس، فعايزك ان وقت ما العيان يتحط على الترولي يجي له شيست اكس راي يعملوا له بورتبل عشان ما يعديش. فدي الحكمه. نون كونترا سي تي از اوف ليميتد يوتيليتي ان ديفينيتلي دايجنوزنج كوفيد. تمام؟ يبقى ادي اللي مكتوب في ماساتشوستس جنرال. تمام؟ and only be considered if it is likely to change the management. ماشي؟ وكاتبين هنا روتين اكسباندد ريسبيراتوري بانلز ار اولسو نوت ريكومندد بات بي ابروفد ان كيس باي كيس ستادي. بص هنا وادي الكلمه اللي قالوها ان الانسز بتاعت الفلو قليله عندهم دلوقتي، فيبقى احنا علشان كده كنا كتبنا على الجروب امبارح ان يا سلام لو نعرف الانسنس بتاعت الكو انفكشن عندنا في مصر علشان نوقف استعمال الاسولتاميفير اللي مكتوب في البروتوكول بدون داعي. وهنا بيقول لك كيف انون فلو كونتاكت اور هاي سسبشن فور فلو ابدا ستارت اسولتاميفير. يبقى اذا بعض العيانين اللي انا شاكك في فلو هبدا اسولتاميفير، لكن غير كده ما ابداش اسولتاميفير. طب لو العيان عنده نمونيا يبقى انا هديه امبيريكلي العلاج بتاع النمونيا اللي هو سيفترايكزون وازيثروميسين. وهنا قايلين لو عنده ريسك اوف ام دي ار او هتبدل السيفترايكزون بسيفيتم، ولو عنده ريسك اوف ام ار اس اي هتدي فانكومايسين. وبعد كده بيدي لك البروتوكول انهيلد ميديكيشن شود بي جيفن باي ميتر دوز انهيلر، يعني اللي عايز ياخد فنتولين ياخدها بالبخاخه مش بالنيبيولايزر. ليه؟ عشان بتعمل ريزاليزيشن للسارس كوفي، فمن فضلك ما تعديش الناس، من فضلك ما تكتبش اوردر نيبيولايزر، لان الاوردر النيبيولايزر ده ممكن يعدي الناس. ونفس القصه على الاس انهيبيتورز والاربز كاتبينها. وبعد كده كاتبين المانجمنت ان سيستميك ستيرويد شود ان جنرال بي افويدد. خلي بالك ستيرويد شود بي افويدد، ماشي؟ وي دونت ريكومند ستارتنج ايس اور اربز اور ريبافيرين. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه للاسف مكتوب في البروتوكول المصري، فانا عشان كده لازم انبهك ليه. وبعد كده كاتبين الريسك فاكتورز للكوفيد والورسننج سيمبتومز. بعد كده قال لك في الاول هوستلايت بيشن بيتكلم على الستاتنز ده للكاردياك، انا مش هتكلم على حاجه النون انفكشن ديزيز. وهناك عاملين ترايل على الريمديسيفير بيدوه وعلى السريلوماب، لكن هنا هتقول with guidance from infectious diseases هتدي hydroxychloroquine. وكاتبين نفس الجرعه اللي هي 400 ملي جرام بي اي دي فولود باي 400 ملي جرام ديلي. تمام؟ وكاتبين ان الكلوروكين هاز اكتيفي بس ليميتد سبلاي، الكلوروكين مش موجود في امريكا كتير. هنا اللوبينافير ريتونافير طالما نزل في الاستادي بتاع نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن ان هو فيلد يبقى هنا جنرالي نوت ريكومندد. والدارونافير كوبيسيستات generally not recommended. يبقى اذا ما تديش دارونافير كوبيسستات او لوبينافير، يبقى الكاليترا من فضلك ما تديهوش ومكتوب لك ان هو فيلد. تمام؟ بعد كده
بيتكلموا with ID input هتدي توسيليزوماب بعد ما يبقى عندك الانترلوكين 6 ليفل، وبيتكلموا على البريجننسي، وبيتكلموا على اميونوجلوبولينز، لو العيان عنده الاميونوجلوبولينز قليله هتدي اي في اي جي. تمام؟ طيب هنط البروتوكول ده علشان ما اعطلكمش، انا اسف، وهتكلم ده البروتوكول بتاع كينج فيصل، انا ما اعرفش اذا كان هو ابديتد ولا لا، لكن هو البروتوكول بيتكلم على اللي احنا هقسم العيانين هاي ريسك ولو ريسك، وبعد كده بيتكلم على اللابز برضه، وبيتكلموا ان لازم هتعمل كونسلتيشن انفكشن ديزيز تيم، وهتدي هيدروكسيكلوروكين وازيثروميسين، واحنا متفقين على كده. التريتمنت ديوريشن هم كاتبين هنا من 6 ل 10 ايام، عاده التريتمنت بيبقى في البروتوكولز الثانيه الامريكاني بيبقى 5 ايام and they can be extended، يعني for certain patient you can extend. هنا حاطين الاسولتاميفير في كل العيانين، احنا كان عندنا اعتراض عليه، واللوبينافير ريتونافير احنا اتكلمنا قد ايه ان هو اتشال من الامريكان جايد لاينز، وبعد كده بيتكلموا على المانجمنت وحاطين الانتي بايوتكس وحاطين لسه نفس الحاجات. هندخل على البروتوكول المصري، هنا هم حاطين ده البروتوكول بتاع وزاره الصحه، البروتوكول بتاع وزارة الصحة بيقول احنا العيان اللي جاي لي حرارة اكتر من 38، كف وسور ثروت وشورتنس اوف بريث اور ميت ابديتد سسبكتد كيس ديفينيشن. انا عندي مشكلة في الكيس ديفينيشن. ايه الكيس ديفينيشن؟ دي الكيس ديفينيشن بتاعت مصر. انا وجهة نظري الشخصية اللي انا هتحاسب عليها واللي انا شايفها دي وجهة نظري، ان كل الكلام بتاع ان هو مخالط لعيان والكلام ده كلام outdated، يعني كلام قديم. انا للاسف شايف حالات كورونا كتير جدا 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 جدا، لدرجه ان كلمه مخالط والكلام ده انا مش شايف ان هي ليها اي لازمه. ليه؟ لان الكورونا منتشر، فبالتالي انا اي عيان جاي لي بابر ريسبيراتوري تراك سيمتومز او لور ريسبيراتوري تراك سيمتومز في الفتره دي فتره بانديميك والمرض منتشر، وكل اللي بيسمعني دلوقتي بلا استثناء عارف ان الارقام الحقيقيه في مصر اكتر من الارقام الريبورتد، فمش عايزين نضحك على بعض. يبقى اذا انا لما هيجي لي العيان اشوف العيان ان هو عنده ريسبيراتوري سيمتومز، يبقى موست لايكلي في الوقت ده يبقى كورونا. مهمتي مش ان انا اقول كورونا واقعد اتخانق كورونا ولا عايز اعمل التحليل، المهم ان انا اوجه العيان ادخله في المكان الصح. ليه؟ لان الكورونا انا لو عملت البي سي ار، طب انت كاتب لي في البي سي ار ان البي سي ار لازم هتاخد 2 سامبلز عشان هو ممكن يبقى نيجاتيف، وفعلا الكورونا ممكن يبقى نيجاتيف، السنسيفيتي بتاعته تتراوح من 30 ل 70% وتوصل ل 92% في البرونكو الفيلر لافاج، لكن العيانين اللي ما بعملهمش برونكو الفيلر لافاج، فبالتالي انا شايف ان انا صعب ان انا استعمل البي سي ار بس تكسكلود العيان ده عنده كوفيد ولا لا، لان انا كده اي ويل ميس ا لوت اوف بيشنتس. فهنا كاتبين هوسبيتال ايزوليشن امبيريك انتي بايوتكس، وما هنا كاتبين سيفالوسبورنز. طبعا انا عندي اعتراض ان انا العيان مش حكايه سيفالوسبورن، لازم اكتب ان هو يكون سيفالوسبورن ينفع لعلاج النمونيا، فانا باخد سيرج جنريشن زي السيفتراكزون او احط سيفوتاكسيم او ممكن احط الاحسن فور جنريشن سيفيبين، فانت لازم تكتب الجنريشن بتاع السيفالوسبورن بتاعك ولازم تكتب السيفالوسبورن عشان تشتغل. والاسولتاميفير بما ان احنا مش عندنا امكانيه تحليل الانفلونزا في معظم المستشفيات عندنا في مصر، فما فيش مشكله ان انا ابدا الاسولتاميفير. لكن لو انت شغال في مستشفى فيها تحليل الانفلونزا وعملت التحليل، يبقى ساعتها وقف الاسولتاميفير. فاهم؟ يبقى انا مش عايزك تخرج من النهارده الميتنج تقول ايه مصطفى بيقول ما تديش اسولتاميفير. لا، افهم، لو انت عندك امكانيه التحليل حلل واديه او ما تديهوش. لكن هل في احتمال يبقى في كو انفكشن، يعني يبقى في انفلونزا وكوفيد؟ احتمال. الارقام بتاعت مصر ما اعرفهاش عشان كده عايزين نعمل استادي، لكن لما هم عملوا الاستادي في امريكا في اماكن كان فيها الانسنس اوف كو انفكشن عالي، لكن اللي عملوه في ام جي اتش كان بيقول ان الانسنس قليله لدرجه ان هم بطلوا يدوا اسولتاميفير. طب احنا في مصر الاسولتاميفير بكام؟ ثمنه 200 جنيه، يعني معتبر مش غالي قوي. التحليل ثمنه 3000 جنيه، يبقى هل منطقي ان انا ادي الاسولتاميفير؟ طب لو عملت التحليل، لو عملت التحليل وطلع نيجاتيف يبقى توقف. يبقى الاسولتاميفير هنا مش عشان خاطر الكوفيد، وانما لو كان في اسوشيتد انفلونزا. كده يبقى انا خلصت الحكايه دي. اهم حاجه انت عملت البي سي ار وطلع كوفيد، يبقى انت هتعالجه على انه كوفيد. عالجه على انه كوفيد ازاي؟ بالهيدرو
ايوه السلام عليكم، الصوت كده مسموع؟ طيب خلاص انا هبدا، معلش حصل مشكله في الصوت. خلاص ماشي انا هبدا على طول. طيب هنا البروتوكول بتاع وزاره الصحه، العيان السيفير هياخد اسولتاميفير وهياخد السبورتيف ميجر وانتي بايريتيك واكسجين وهيتحط على فنتليتور لو محتاج. اسولتاميفير هنا كاتب 150 ملي جرام كل 12 ساعه. طبعا دي الهاي دوز اسولتاميفير، في سنترز كاتباها لكن السنترز الامريكاني دازنت ريكومند. ليه اسولتاميفير 150 ملي جرام؟ ده كان عليه نقاش كتير قوي في علاج الانفلونزا، وفي ناس قالوا بينفع وناس قالوا ما ينفعش، انا مش عارف لازمته ايه، فده الاعتراض. الهيدروكسيكلوروكوين هيتاخد 400 ملي جرام توايس وبعدين 200 ملي جرام توايس بعد كده. كلوروكوين ممكن يتاخد، لوبينافير ريتونافير ده اللي انا معترض عليه ان هو يبقى موجود لان هو خلاص اتشال من الاذر جايد لاينز بتاعه بره. هنا المانجمنت بتاع الرعايه انا مش هتكلم عليه عشان دي مش تخصصي، تمام؟ المانجمنت بوكلت انا عندي بس كام ملاحظه هقولها لكم هنا في البوكلت. هنا الاساتذه اللي حملوه، هنا انا عايز بتكلم في الانتي بايوتكس. ده البروتوكول بتاع الهيلث كير بروفايدرز، ده ظريف. ليه الالجوريزم اوف هيلث كير بروفايدرز عايز يقول لك لو انت اتعرضت، لو انت بقيت اكسبوزد لسسبكتد او كونفيرمد كيس. هنا لو انت كنت بروتكتد، يعني ايه لو انت كنت بروتكتد؟ يعني انت لو لابس الابروبريت بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت واسيمتوماتيك ما تعملش تحليل الكوفيد وتانيك اشتغل عادي. طب لو انت اتعرضت وكنت وبقيت سيمتوماتيك ستوب بيرفورمينج ديوتيز واعمل تيستينج للكوفيد. لو طلع نيجاتيف تمام مانج السيمتومز على انك نزلت برد او حاجه وكونتينيو ايزوليشن وريبيت الكوفيد بعد 48 ساعه. لو نيجاتيف خلاص ممكن ترجع، لو بوزيتيف هتتحجز. لو انت كنت انبروتكتد وسيمتوماتيك هتعمل نفس الحكايه، لو اسيمتوماتيك وما فيش هاي ريسك هتروح تشتغل عادي. خلي بالك ان انت اللي انت مش قادر تتخيله ان الكوفيد ده في المستشفيات اللي في ايطاليا وامريكا والقصه دي متطايح في الدكاتره ومبهدل الدكاتره ونص الدكاتره بتوع المستشفيات اصلا بره الشغل، فهو ده هيعمل مشكله كبيره. فاحنا دلوقتي مش في مشكله، لكن المشكله اتوقع انها تظهر الاسبوع الجاي. هيدروكسيكلوروكوين بروفيلاكسيس فور هيلث كير وركرز، ده الهيدروكسيكلوروكوين اللي هو اندر ترايل. يعني ايه؟ يعني الهيدروكسيكلوروكوين في الترايلز ان هو عايزين يستعملوه فور بروفيلاكسيس. يعني انت لو هيلث كير بروفايدر تاخد الهيدروكسيكلوروكوين عشان يقلل احتماليه ان انت تتعدي. المشكله ان هو معمول في دول كتير في العالم اندر ترايل، يعني انا كنت معترض ان هو ينزل بروتوكول، لكن تبقى عارف ان لو عايز تحمي نفسك ممكن كانك بتشارك في الترايل اللي بره، فهو ده معنى الكلام. يبقى المفروض مش في جايد لاينز، المفروض تبقى عارف ان هو ترايل. بعد كده المايل والمودريت والسيفير والكريتيكال كيسز المانجمنت. الانتي فايرال كلوروكوين، احنا عندنا كلوروكوين افيلبل في مصر عشان كان بيستعمل في مستشفى الحميات لعلاج الملاريا، لكن الهيدروكسيكلوروكوين السايد افكتس بتاعته اقل، فبالتالي ممكن نستعمله. الجرعه هنا مكتوبه مظبوطه ان انت بتعمل لودنج وبعد كده بتمشي 200 ملي جرام كل 12 ساعه تكمل 5 ايام. بس اهم حاجه تخلي بالك من الدراج انتر اكشن وتخلي بالك من الكيو تو سي برولونجيشن. خلي بالك لو عندك عيان ماشي على ازيس روميسن ومعاه هيدروكسيكلوروكوين يبقى احتمال ان الكيو تي سي تبقى برولونجد وممكن يأرست من تورسات دي بوان. فيبقى خلي بالك على العيان ده، يبقى ما ينفعش ان انت تكتبه العيان في البيت. ارجوك لما تدي للعيان اتنين دواء بيطول الكيو تي سي، او ان العيان اول ما جالك اون ادميشن الاي سي جي بتاع الادميشن الكيو تي سي اصلا برولونجد. علشان كده هتلاقي البروتوكولات بتاع ميشيجن وبتاعه ام جي اتش حاطين يقول لك اعمل اي سي جي اون ادميشن. ليه؟ لان لو الاي سي جي الكيو تي سي فيها برولونجد يبقى انا ما اقدرش من الاول ادي اتنين. مش عارف انا بكح ليه، ظهر الكورونا عادتني من البرزنتيشن. يبقى لو العيان لقيت ان هو الكيو تي سي اصلا برولونجد يبقى انا صعب عليا ان انا ابدا له انتي فايرال او ادي له انتي بايوتيك بيطول الكيو تي سي، والا هتكون النتيجه ان العيان هيأرست. فخلي بالك دي معلومه مهمه. الريمدسفير والفابيبرافير مش موجودين في مصر، فانا ماليش علاقه بيهم. لوبينافير ريتونافير قلنا هو فين.
الانتيبيوتكس اس بير بروتوكول، وهم حاطين البروتوكول بتاعهم بتاع الانتيبيوتكس انا هاجي عليه علشان هو ده اللي يهمني انا دكتور انفكشن ديزيزز. هنا كاتبين الانتيبيوتك بروتوكول بيبراسيلين تيزوباكتام اور ميروبينام تمام بلس اميكيسين. هو عايز يدي كومباينيشن لو في مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم انا مفيش مشكله عندي. هنا حاطين ليفوفلوكساسين، هو عايز يدي حاجه جرام نيجاتيف وحاجه تاني انتيزودومونال سواء اميكيسين او ليفوفلوكساسين. عند وجهه نظر انا بحب الاميكيسين وانس ديلي، انا ما اعرفش ليه وحاطط توايس ديلي اميكيسين. الحاجه الثانيه هو حاطط سيفتازيم ابيباكتام بديل عن الميروبينام بلس بوليميكسن، وده احنا قلنا ان هو ما ينفعش لان السيفتازيديم ابيباكتام المفروض ان احنا قلنا ان حسب الاستادي اللي عملتها دكتوره اماني الخولي ان هو موجود تقريبا عند العيانين اللي عندهم اوكسا او عندهم الكي بي سي، ودول اقل من 50% من العيانين في مصر. فانا شايف انك تحط ستاندالون سيفتازيديم ابيباكتام مش هتكون مناسبه لان العيانين دول هيبقوا محتاجين كوليسترول. فلو انت عايز تكفر كوليسترول الام دي ار اللي هي كاربابينم ريزيستنت وعندك سنسيف بس الكوليسترول هتحط الكوليسترول. طب هل ينفع احط الكوليسترول امبيريك؟ مليون مره قلنا الكوليسترول ما يتحطش امبيريك. فبالتالي انا شايف ان المفروض اقول هنا في المالتي دراج ريزيستنت جرام نيجاتيف ان انا ادي ميروبينام تمام ادي ميروبينام، ولو في ريسك لجرام بوزيتيف هدي محط مع الميروبينام فانكومايسين، وهسيب الازيثروميسين عشان انا بستعمله للاتيبيكال اورجانيزم وبستعمله عشان الانتي كوفيد افكت ومع الهيدروكسيكلوروكوين، واسحب مزارع سبيوتام كلتشر او اسحب برونكو الفر لافاش كلتشر او تراكيا الاسبريت كلتشر، ولو طلع لي ريزيستنت اورجانيزم ادي البوليميكزين او ادي السفتازيديم افيباكتام على حسب المزرعه. لكن ان انا احطه امبيريك كده ده اعتراض. الانتي فانجل ان اميون كومبرومايز اخر حاجه بس علشان خاطر ما اطولش عليكم، هنا البروتوكول المصري بيتكلم على ان الاسولتاميفير هنا حاطينه 150 مللي جرام هيدروكسيكلوروكوين 400 كل 12، واللوكونافير التونافير احنا اتكلمنا عليه بلس ازيثروميسين. هيدروكورتيزون اف هيمودايناميكلي انستابل احنا قلنا لا هو موجود لو الهيدروكورتيزون لو شوك ريفراكتري تو فلويدز اند بريسرز. هنا اف ايفيدنس اوف سايتوكاين ستورم هتدي اكتمرا، وهنا حاطين حاجه ظريفه لو انت شغال في مستشفى ومش عندك الانترلوكين 6 وهم حاطين هنا الاتش سكور، الاتش سكور ده ممكن حاجه ثانيه استعملها مكان الايه؟ الاتش سكور حاجه ثانيه استعملها مكان الليفل بتاع الانترلوكين 6 ومكان الموجوده في ميشيغان. وادي الطريقه اللي تحسب بيها الاتش سكور، هتشوف هتحسب البوينتس بالحراره واورجانوميجالي ونمبر اوف سايتوبينيا ترايجلسرايد فايبرينوجين وفيرتين. الاتش سكور ده اصلا كان بيستعمل في الاتش ال اتش، فاللي عارف الاتش ال اتش او اتعامل معاه هتلاقيه ان هو عارفه، وتحسب الرقم علشان خاطر تشوف هتدي توسيليزوماب اللي هو الاكتيمرا ولا لا. اخر بروتوكول معانا اللي هو البروتوكول بتاع اسوان هارت سنتر، انا هبعته لكم انا مش هقعد اتناقش فيه عشان خاطر يعني مش همدح فيه ولا حاجه، لكن هو متقسم في المانجمنت بتاع نمونيا ومايد ولا سيفير والتحاليل مبسطه اللي موجوده فيه تمام. طيب اخر حاجه احنا هنتكلم فيها، احنا اتكلمنا على تريتمنت بروتوكولز. طيب الاستراتيجيز بتاعه الدول، الاستراتيجيز بتاعه الدول يعني ايه؟ الاستراتيجيز بتاعه الدول يعني المفروض انت كدوله لما تيجي تفكر ازاي. اول استراتيجي اسمها كونتينمنت، الاستراتيجي اللي بعديها هي اللي اسمها الميتيجيشن، والاستراتيجي بعد كده اللي اسمها شيلدنج. يعني ايه كونتينمنت؟ كونتينمنت يعني زي الاستراتيجي اللي اتعملت في الصين انها دوله عسكريه هتحبس كل الناس وتقفل المدن ومحدش يخرج من بيته وحظر تجول كامل. طبعا حظر التجول اللي حصل في مصر انا كنت معترض عليه، لان المفروض ان حظر التجول بتاع الانفكشس ديزيزز غير حظر التجول السياسي. حظر التجول بتاع الانفكشس ديزيزز يبقى حظر كامل على مدار ال 24 ساعه، لكن انت لما تحظر الناس بالليل هيطلعوا الصبح ويتجمعوا وتبقى الدنيا زحمه فهتزيد الحالات بعد خمس ايام. ودي اللي لقيناه حصلت لما بنعمل الاستادي، حصلت في دوله زي العراق وحصلت في دوله زي ايران وحصلت للاسف في مصر. وده اللي كتبته على جروب، قلت بعد خمس ايام من حظر التجول الحالات هتزيد جدا، وده اللي لقيته مكتوب النهارده او امبارح بتقول لك الحالات عددها زاد. ليه؟ لان انا قلت ان الانكيوبيشن بيريد بتاعت المرض حوالي خمس لسبع ايام،
فاول ما تحظر الناس هينزلوا المترو وهيقعدوا بعض والحالات هتنفجر بعد 5 لـ7 ايام. فمشكله حل الحكايه دي هو الكونتينمنت. كونتينمنت يعني هتيجي تقفل على اي حاله تعزلها سواء في البيت او هتاخدها في المستشفى، مفيش حد يمشي في الشارع، هتحاول تليمت السبريد بتاع الديزيز على قد ما تقدر. حصل في الصين، طب ليه مش بيعملوه في امريكا وبيعملوه كده؟ لان هو بيقيد حريه الفرد، وهم قال ايه؟ عايزين الناس تبقى حره، فبالتالي هم مش محبذين الحكايه دي. طب امال ايه الاستراتيجي الثانيه؟ الميتيجيشن، ان انت تلعب الفيروس. العبه ازاي؟ يعني عايز اقلل الكيرف بتاع الفيروس عن طريق ان ازاي اقلل الكيرف؟ ان انا اقلل عدد الناس اللي بيتعدوا. هقلل ازاي عدد الناس اللي بيتعدوا؟ هقلل الناس عدد الناس اللي بيتعدوا عن طريق ان انا اقفل المدارس واقفل الجامعات، يوم اخلي الاطفال والشباب اللي كانوا بيتقابلوا كتير في المدارس والجامعات قاعدين في بيتهم، وبعد كده احاول اقلل التجمعات واعمل سوشيال ديستانسينج، يبقى انت تبعد عن الناس. فهتكون النتيجه ان انا اخلي الناس هتتعدي وهتتولد هيرد اميونيتي، لكن مش لما يجي الناس هيتعدوا بالكوفيد. وحلمي قالك ان كل العيانين هيتعدوا، العالم كله هيتعدي بالكوفيد، بس انا عايزه بدل ما يتعدي في اسبوعين ثلاثه يتعدي في 5 6 شهور، فالمستشفيات ما تتمليش واقدر ان انا اعرف اعالج العيان، بدل ما ابقى واقف في الاستقبال الاقي طابور 40 50 عيان وانا ارهق. انا اعمل الميكانيزم ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخلي العيانين يجوا لي واحده واحده، وفي خلال ما العيانين بيجوا واحده واحده العيانين بيتعدوا ويتكون هيرد اميونيتي، الناس الكويسين. علشان كده لما تطوروا وعملوا الاستراتيجي بتاعت الشيلدنج اللي كانت في بريطانيا، قال لك ان انت هتعمل هيرد اميونيتي وهتعمل شيلدنج لكبار السن، الناس الاميون كومبرومايز. لان انا لو الناس او الناس الكبار في السن اللي عندهم كوموربيديتيز، انا لما هاجي ان انا الناس اللي عندهم كوموربيديتيز دول لو اتعدوا ممكن يموتوا، فيبقى الناس الكبار في السن يقعدوا في بيتهم وقرايبهم الشباب ما يروحوش يزوروهم، يبقى انا بعمل شيلدنج للناس دول. يبقى اهم حاجه ان انا اقلل الكيرف بحيث ان انا بدل ما الناس تتعدي على اسبوعين ثلاثه هيتعدوا على مسافه طويله، فلما يتعدوا على مسافه طويله اقدر ان انا الهيلث كير سيستم ما يحصلوش كولابس. تمام؟ اخر سلايد عندي هو البروتوكول اللي انا كنت اقترحته وعملته في بيبر، ده اللي انا هختم بيه، اسمه الهايبريد بروتوكول. الهايبريد بروتوكول هو ان احنا هنستعمل بروفيلاكسس بحاجه زي الهيدروكسيكلوروكوين للناس الاميون كومبرومايز او الناس اللي عندهم المناعه ضعيفه او مش هيستحملوا ان انا اطعمهم. هطعمهم بايه؟ دي الكلمه اللي احنا قلناها من شهرين، ان احنا هنستعمل حاجه زي الميزلز فاكسين. ليه قلنا الميزلز فاكسين وبدانا الاستادي في مصر وامريكا وكذا دولة دلوقتي الجروب بتاعنا؟ لان الميزلز فاكسين احنا قلنا ان الكورونا فيروس يشبه الميزلز في الانفكتيفيتي. الميزلز فاكسين كمان استعمل كفيكتور فور فاكسين للميرس والسارس. واخر حاجة واظرف حاجة هوريها لكم عشان هتعجبكم، دي الخريطة بتاعت الكوفيد 19 في امريكا، شايفين هنا في نيويورك وهنا في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا. لو شفت الخريطه دي وشفت الخريطه بتاعت الميزلز في 2019 هتلاقي نفس الاماكن اللي جه فيها الميزلز هي الاماكن اللي جه فيها الكوفيد، وهي دي الثيوري اللي بعتناها في الريسيرش. وانا دلوقتي هخلص، مش هكلم عليها كتير، انا عايز اشوف لو في اي اسئله، بس انا هبدا بدكتور احمد سعد علشان خاطر دكتور احمد، وبعدين اي حد هيسال اي اسئله انا تحت امركم. هو دكتور احمد مش موجود؟ طيب انا ممكن اللي عايز يسال سؤال انا هخليه يعمل هاند ريز وانا اسال. في دكتوره ريم، اتفضلي يا دكتوره ريم. دكتوره ريم انا فتحت لك الصوت، اتفضلي. طيب في حد تاني عايز يسأل سؤال؟ ألو؟ أيوه اتفضلي. سامعني؟ بشكرك أول حاجة على المحاضرة رائعة. هو سؤالين سهلين، يعني هو بالنسبة لل في ناس كانت بتتكلم على الأي بروتكشن، الأفضل الجوجلز ولا الفيس؟
الافضل لا طبعا الفيس شيلد احسن لان الفيس شيلد بيغطي الوش كله بس مش كل الناس عندها الفيس شيلد بس قصدي لو مكتوب في الجايد لاينز اي بروتكشن يبقى ممكن الجوجلز ويل دو يعني تبقى كفايه اه بس الفيس شيلد الناس دلوقتي ابتدت انها تعمل فيس شيلد اختراع انا شفت الناس دلوقتي بتعمله من شيت بلاستيك تعمله من من الفايلات بتاعه العيانين تعمل من الفايلات البلاستيك لكن فكره ان انت دلوقتي لو عندك موجود الفيس شيلد استعمله بس انا ما شفتش الفيس شيلد في مصر في اي حته يمكن غير في مستشفيات العزل المستشفيات العاديه ما شفتش فيها فيس شيلد فلو انت عندك جوجلز البسه لو ما عندكش جوجلز على الاقل النظاره بتاعتك كويس تمام طب لو انت ما عندكش جوجل يعني لو ما عندكش جوجل يبقى الافضل ان انت تخلي بالك تبقى بعيد تبقى بعيد قد ايه تبقى بعيد 2 متر تمام لان العيان ده ممكن يعديك خلي بالك في دكاتره في امريكا هقول لك المعلومه دي مش بيجزامن العيانين يقول لك اصل انا هدخل اجزامن وقرب منه هيبقى عنده ايه ما انا عملت له سي تي وعارف اللي في اللنج فلو انت خايف يعني اكزامن من بعيد لبعيد طبعا ده مش صح بس لو انت تعديت لو انت تعديت هتبقى الكارثه مضاعفه ليه مش عشان انا خايف عليك اكتر من العيان انا طبعا بحب الدكاتره اكيد انا دكتور بس عشان في كارثه تانية ان انا كل دكتور انا بخسره يساوي 100 عيان قدامه لان الدكتور ده اللي انا بفقده هيعالج عيانين فالدكتور لازم احافظ عليه عشان يكمل المهمه فحافظ على نفسك علشان خاطر ما تتعديش دي معلومه مهمه تمام السؤال الثاني يا دكتوره ريم اتفضلي بالنسبه للرسول producing او generating procedures في منها اللي هي الانتيبيشن وتراكيوستومي وكذا واحنا بناخد النيزل سواب هي مش مكتوبه ضمن الانديكيشنز بس على كلامك طبعا المفروض ان احنا نلبس N95 بس سالت حد من الانف واذن قال كلام انا باخد رايك فيه اذا كان هو لوجيك او لا بيقول لو كان لو احنا بناخد بي سي ار لعيان اسيمتوماتيك اللي هم الناس اللي هم بي سي ار بوزيتيف وذ نو سيمبتومز وانت هتعمل له بس بي سي ار فور فولو اب عشان تعرف هو بقى نيجاتيف او حاجه زي كده فممكن ساعتها تلبس سيرجيكال ماسك وخلاص ولا ده كده في خطوره برضه لا 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 في خطوره اصل هو بيقول لك لو واحد انت بتتابعه علشان تعرف ان هو نيجاتيف طب ما انتش عرفك ممكن يبقى بوزيتيف مش فاهمني ما عندوش سيمبتومز يعني هيز نوت يعني كوفينج ما عندوش هو ما عندوش سيمبتومز بس احنا عارفين الايسيمتوماتيك بيشنت ممكن يترانسميت الديزيز وخلي بالك ان النيزوفارينجيال سواب دي عمليه خطيره جدا لان انت وانت بتحط السواب كل العيانين بتعطس لان انت بتكريتيت الميوكوزا فانت تضمني ازاي انت ممكن تيجي تحط السواب يوم العيان يعطس فتكون النتيجه ان هو هيعديك انا بقول لك انا مش عايز اخسر دكتور انا العيان العيان طبعا انا مش عايز اخسر عيان ولا اخسر دكتور بس انا شايف وهي دي الكارثه ان في دول غلطت الغلطه دي والهيلث كير كولابس اسبانيا دلوقتي مش لاقيين دكاتره ايطاليا نزلوا العلم بتاع الاتحاد الاوروبي عشان بيقولوا لهم انتوا ما ساعدتوناش ليه فيقول لك طب ما احنا غرقانين احنا كمان فانا مش عايز نوصل لكده لان احنا اصلا امكانياتنا على قدنا فما ينفعش دولة إمكانياتها على قدها وتتعمل فيها السبع رجالة وتفتح سدها لا يبقى أنا الصح إن أنا أحافظ على الدكاترة عشان تكمل لمصلحة العيانين تمام؟ بس السيرجيكال ماسك is more than enough لو إحنا في استقبال أو عيادة إنما لو إنت في استقبال أو عيادة السيرجيكال ماسك is enough بس تبقى لابسه صح تمام؟ وتغطي مناخيرك وتبقى رابط الشريطه اللي فوق الودن ورابط تحت اللي تحت الودن ومش مليك وتبقى محاول تغطي عينيك عشان العيانين بيكحوا وبيحبوا قوي يكح في وشك فتخلي بالك من الحكايه دي تمام؟ تمام سؤال بس اخير معلش بالنسبه للبريجننسي واحده في احدى الجامعات وبريجننت في يعني في الفيرست تريمستر وبتسال اذا كانت كيمو بروفيلاكسيس هي هيلث كير بروفايدر وممكن تكون اتعرضت لسسبكتد كيسز ففي الحاله دي بندي مثلا كيمو بروفيلاكسيس ولا نو نيد لان اللي اعرفه ان برضه الكوفيد 19 يعني اكوردنج تو ستاديز ان هو الفيت يعني فيت من ترانسميشن فروم ماذر تو فيتس قليله وحتى برضه السكريشن في البريست ميلك برضه نوت ريكورد نوت ريبورت تمام طيب احنا الجايد لاينز بتاعت بيدياتريكس هتنزل بكره بتاعت مصر احنا قلنا ان في اللبن تقريبا مفيش والفيرتيكال ترانسميشن برضو تقريبا ما فيش تمام المشكله بقى ان الهيدروكسيكلوروكوين ده في ستاديز عليه ان هو تراتوجينيك وبيعمل ديزيز في الريتنا بتاعه البيبي فكده انا هنسيها فبالتالي انا طالما هي تعرضت انا اول حاجه لان هي بريجننت فهي لايبل هقول لها معلش اركني على جنب ولو هي هيلث كير بروفايدر روحي البيت علشان ما تعديش حد
ولو لا قدر الله حصل سيمتومز هنبدا نشوف السيمتومز دي مايل هتاخد سيمتوماتيك تريتمنت، لكن لو السيمتومز سيفير هنبدا نشوف القصه بتاعتها. لكن ان انا ادي بروفيلاكسس بدواء تيراتوجينيك لوحده انا مش واثق ان هي جالها المرض ولا لا، انا اظن انها صعبه صعبه. طيب تمام، شكرا جزيلا، كتر خير. العفو. دكتوره لبنى. ايوه اتفضلي يا دكتوره لبنى. ايوه دكتوره لبنى. ايوه بص يا دكتور مصطفى، انا سؤالي لحضرتك او للجماعه كلكم يعني انه برين ستورمنج، لانه طبعا حضرتك عارف ان انا في معهد الاورام بيدياتريك اونكولوجي وفي 57. المشكله دلوقتي ان انا بتعامل مع بوبوليشن الناس طبعا فيري 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 رير، يعني ارتكلز طالعه على يمكن النهارده بس اول حاجه اشوفها طالعه، والايها طلعت اظن اول امبارح او امبارح، بتتكلم برضو على الايمين كومبرومايز. انا ماي كويستشن العيانين المايلد بتوعي اللي هم جايين بابر ريسبيراتوري تراكت او وذ نمونيا لكن ما فيش ريسبيراتوري كومبرومايز اللي هم مايلد ومودريت، هل العيانين دول انا برضو همشيهم امشيهم برضو هوم ستي ات هوم وهوم ايزوليشن وكل الجايد لاينز بتاعت الهوم ايزوليشن، ولا انا محتاجه اديهم حاجه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا هادمت لغايه دلوقتي طبعا احنا ما بنحللش، حضرتك عارف احنا ما حدش بيحلل واحنا خايفين نحلل وقصص اكيد حضرتك عارفها، لانه انا I cannot send them في مستشفيات عزل، انا عايز اعزلهم عندي لان انا I'll be taking care of them متهيألي كأمينو كومبرومايز بيدياتريكس احسن ما يروحوا مستشفيات العزل. فانا الحقيقه في دايليما، بدي العيانين، احنا عملنا بروتوكول في المستشفى ممكن ابقى افرجه لحضراتكم يعني، بس انا ببدا لكل العيانين لان انا ما عنديش تشخيص، فانا بعالج امبيريكالي ببدا كل العيانين تامي فلو او سيل تامي فير، ف واول ما بيطلع البايو فاير عندي بروح موقفه. تمام. لكن غير كده انا ماشيه سبورتيف، وبفضل الله لغايه دلوقتي الحالات انا ما جاليش حاجه بالماركرز اللي حضرتك قلتها واللي مكتوبه في الليتريتشر، الماركرز كلها بتبقى فيري سيجنيفيكانت، السي تي فيري سيجنيفيكانت، لكن اي دونت هاف دايجنوستس، فانا ماشيه كلينيكال. يعني اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ تمام. كيف حضرتك استاذتنا يا دكتوره لبنى؟ انا هرد على اللي حضرتك قلتيها. اول حاجه العيان المايلد يتحجز ولا لا؟ هو حضرتك ان الكلام اللي مكتوب في الجايد لاينز اللي هو بتاع ميشيجن وهتلاقيه برضه بتاع ام جي اتش كانوا قايلين ان العيان المايلد يروح، اللي انا قلته في المحاضره انا قلت يروح بناء على ان ما عندوش كوموربيديتيز. تمام؟ لو العيان عنده كوموربيديتيز ومايلد يتحجز. تمام؟ لكن الكلام ده كان في الاول، لما جت الداتا طلعت وقالت ايه ده العيانين الاميون كومبرومايز على فكره بيدول، حضرتك دلوقتي بتاكدي نفس الكلام، بتقولي لي انا الحمد لله العيانين عندي كويسين، وده يؤكد ان العيانين الاميون كومبرومايز فعلا بيدول. طب انا رايي هل عيان الاورام ده اسيمتوماتيك يروح ولا يتحجز؟ لا، الافضل ان هو يتحجز عشان انا اتابعه. لكن لو لقيتي في لحظه عملنا احصائيات ولقينا ان العيانين المايلد كلهم ما حصل لهمش اي مشاكل، نتابع على مدار اسبوعين ونعمل بيبر حتى على مدار اسبوعين، العيانين دول نجمع الداتا بتاعتهم، لقينا العيانين المايلد كلهم ما حصل لهمش حاجه، نكتب بيبر ونبعتها لو حضرتك تحبي ليتر تو ديت، نقول العيانين المايلد بتوع الاورام ما حصل لهمش حاجه، انا بعد كده مش هحجزهم يا اخوانا، العيانين بتوع الاورام كمان ممكن يروحوا، علشان يؤكد الفكره ان العيان بيموت بالسيتوكاين ستورم مش بيموت بالايه، مش بيموت بالانفكشن نفسه بالفيروس بالظبط. يبقى دي اول نقطه. تمام. ان انا افضل احجزهم لغايه لما اجمع الداتا، بعد كده ايه اخد قرار عليه، وهو زي الكلام اللي هنقوله بتاع الانفلونزا وام جي اتش. حضرتك دلوقتي بتقولي انا عندي امكانيه التحليل، طبعا حكايه ان الوزاره عامله ليميتيشن على التحليل والكلام ده طبعا انا مش هتكلم عليه، بس حضرتك اكيد عارفاه. وجهه نظري ايه؟ حضرتك بتعملي صح ان انت بتعملي البايو فاير تو اكسكلود نموني تو اكسكلود انفلونزا، وفعلا حضرتك بتؤكدي ان انت لما بتعمليه لقيتي ان نسبه الانفلونزا قليله،
وهو ده يؤكد الكلام بتاع ام جي اتش. فبالتالي انا بعد كده هجمع الداتا دي واقول ان انا يا اخوانا خلي بالكم ممكن يكون بدايه الاوسلتامفير ملوش لازمه فانا اوفر الدواء. وهقول يا اخوانا الانسنس بتاع الفلو قليل فبالتالي معظم العيانين كوفيد والاميون كومبرومايز دول المفروض يروحوا. لكن اللي حضرتك بتعمليه انا شايف ان هو ممتاز ان اي عيان اورام لغايه لما نخلص الاستادي اي اورام حتى لو مايلد لازم يتحجز. الحاجه الثانيه هبدا له تامي فلو. الحاجه الثالثه لغايه لما يطلع الانفلونزا تيستينج بعد كده اوقفه. الحاجه الرابعه ان انا لو انا العيانين بتاع حضرتك حاله خاصه عشان دول عيانين اورام وعيان الاورام محتاج البايو فاير عشان في فيروسات ثانيه بتحتاج تريتمنت. لكن لو انا في مستشفى ثانيه عيانين هيلثي مش لازم اعمل بايو فاير، انا ممكن اعمل بس تحليل الانفلونزا لان تحليل الانفلونزا سعره 400 جنيه مقارنه بالبايو فاير ابو 3000 جنيه. فهي دي حاجه بس اقتصاديه تمام. ايوه والهيدروكسي كلوروكين يا دكتور ابداه امبيريكلي بدون ايفيدنس اوف كوفيد بوزيتيفيتي بي سي ار؟ طيب ولا لا؟ جميل، سؤال رائع. طيب الهيدروكسي كلوروكين في نيويورك المير الدبلاسيو اللي هو هناك قال ما تبدأوش الهيدروكسي كلوروكوين لأي عيان suspected تمام؟ بالزبط. لأن هو كان النواب بيبدأوا لكل العيانين لكل العيانين suspected، هو قال ابدأ بس اللي confirmed. بس قال كده ليه؟ علشان المدينة ما فيهاش هيدروكسي كلوروكوين كفاية تمام؟ وهو احنا كلنا ما عندناش كفاية فعلا بالزبط. بس المشكلة في حاجة في المرض ده عشان بس حضرتك تبقى عارفة ان المشكلة ان العيان بيقلب بسرعة جدا، يعني بيبقى يس. الصبح على اكسجين 2 لتر بالليل يبقى انتيوبيتد صح. فهي الحكايه بقى بالانس، يعني طبيا انا ابدا هيدروكسي كلوروكوين، لكن لو انا ما عنديش هيدروكسي كلوروكوين كفايه لا يبقى انا الافضل ان انا استنى للبوزيتيف بيشنتس. لكن لو انا شاكك ان العيان ده 100% كوفيد لا الاحسن ابدا له هيدروكسي كلوروكوين، وده لسبب اقتصادي وليس لسبب ايه؟ لسبب علمي او سبب طبي تمام؟ ايوه تمام. جزاك الله خير. ثانك يو. شكرا. في معايا دكتوره ندى، اتفضلي يا دكتوره ندى. السلام عليكم يا دكتور مصطفى. انا بس كنت عايزه اسال في دلوقتي طبعا احنا عارفين الاشاعات والهبد كتير بتاع يا جماعه الاسبوع الجاي بليز ما تشغلوش التكييفات والحر هيقتل الفيروس والهري ده كله. طبعا هو مفيش ايفيدنس على الكلام ده، بس حضرتك ايه رايك ان هاو تو فايت ذس كايند اوف يعني توك؟ التكييفات بتعمل ريسيركيوليشن للهواء، فلو في فيروس هتنشره تمام. دي وجهه نظرهم تمام. هل الحر هيموت الفيروس؟ الحر بيموت فيروسات كتير احنا عارفين، لكن هل الحر هيموت السارس كوفي؟ ما نعرفش، احنا لسه هنعرف. انا متوقع تمام. ايوه هيموته. هل احلف على كده؟ الاجابه لا تمام. فانا ما اعرفش تمام. فانت يعني ما اقدرش تمام. شكرا جدا يا دكتور. العفو، تحت امرك. في سؤال من دكتوره اسماء عثمان بتسال عن البروفيلاكسس بالبلاكينيل. الهيدروكسيكلوروكوين بروفيلاكسس في استادي بتتعمل في تركيا فعلا عليه، وفي استادي بتتعمل في الهند، وفي استادي بتتعمل في مينيسوتا، وفي استادي بتتعمل في المكسيك. فهل مكتوب؟ مكتوب، بس استادي مش مكتوب جايدلاينز. دي الاجابه. هل تاخديه ولا ما تاخديهوش؟ انا خايف من حاجه، يعني انا بس عايز اشارك الناس تبقى فاهمه الحكايه. انا وجهه نظري لما انا طرحت وشرحت لكم الهايبريد بروتوكول اللي انا هعمل فيه الفاكسين مع الهيدروكسيكلوروكوين، انا قلت الهيدروكسيكلوروكوين حطه في البروتوكول عشان انا هدخل ببروتوكول فور ا كونتري، هدفي ان انا هدي الدواء فور ا ليميتد تايم بيريد. المشكله ان انت لو بداتي هيدروكسيكلوروكوين بروفيلاكسس، حد عارف دلوقتي الفيلم بتاع الكورونا ده هيخلص امتى؟ محدش عارف. فبالتالي انا هتعرض للسايد افكتس بتاعت الهيدروكسيكلوروكوين اللي هي ريتينوباثي وليفر انزيمز ومش عارف ايه. انا خايف للموضوع بتاع كورونا ده يطول 6 شهور ولا سنه، وانت تبقى بتاخد الهيدروكسيكلوروكوين بروفيلاكسس وانت اصلا احتمال ان الكورونا يموتك اقل من 1% او 1 في 1000، فتاخد الاعراض الجانبيه بتاعت الدواء تمام وما تكونش استفدت حاجه. لان حتى الان انا ما اعرفش الهيدروكسيكلوروكوين بروفيلاكسس ده بينفع ولا لا،
هو دلوقتي في الترايل، فيبقى انت خدت اعراض جانبيه بتاعت حاجه مش مثبته، فانت كده انا حاسس ان مش هتبقى حاجه اوف ذات فاليو، بس ممكن اطلع غلط طبعا. السؤال اللي بعده دكتور يوسف، دكتور يوسف بيقول ايه هو البايو فاير؟ البايو فاير ده المالتي بليكس بتاع الريسبيراتوري بانل اللي هو بيطلع في خلال ساعه، بيقول لي ده انفلونزا ولا بارا انفلونزا ولا ريسبيراتوري سينسيتيال ولا اي حاجه. دكتور مالس بتقول اتس تيست فور كرونيك ريسبيراتوري فايروس فاميلي، اي ثينك اتس تيست فور اه، دي هي بتجاوب عليه تمام. وحطيت له اللينك اي ثينك تو لو كان صار اف ذير از سترونج كلينيكال. هي دكتوره مي بتقول ان احنا نبدا الهيدروكسيكلوروكوين لو في سي تي فايندينجز، وهو ده اللي احنا لسه كنا بنقوله، ان لما يبقى في سترونج سسبشن من سي تي فايندينجز ده بنبدا عليه كلوروكوين، فبالتالي انا موافق على كده. دكتور يوسف تقدر تسالني. السلام عليكم، بشكر حضرتك جزاكم الله خيرا. بالنسبه للاكتمرا احنا بنديها على السيتوكاين ستورم، السيتوكاين ستورم بنحددها بالفريتين اكتر من 300 او عدى الضعف، والال دي اتش اكتر من 250، والدي دايمر لو عدى كام يا فندم؟ دكتور يوسف لو في. ايوه يا فندم انا سامع حضرتك. ايوه اتفضل. الو ايوه تمام. ايوه اسال السؤال. بسأل حضرتك، بشكر حضرتك الأول، وبسأل حضرتك على الأكتمرة بنديها على سيتوكاين ستورم، الكات اوف فاليوز أو الأرقام بتاعة الفريتين والـ LDH والـ D دايمر. أنا حبعتها في البروتوكول بتاع بتاع ميشيغان. تمام، طيب في سؤال تاني بالنسبة للمسحة من الأنف، أنا يعني في مستشفى العزل بيعملوا المساحات من الأنف، ما بيدخلوش المسحة لجوه خالص، من الأنف من بره خالص، السواب من بره خالص يعني. فهل ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا، والنتيجه على كده ان كل ما يعملوا المسحه تطلع نيجاتيف ويروحوا الناس. طيب في سؤال تاني بالنسبه للكشف على الحالات البوزيتيف في الدور في مستشفيات العزل، ايه اللي كفايه يا فندم؟ يعني ايه الحاجه اللي كفايه من البي بي اي ان انا ادخل بيها الحالات دي؟ تلبس الجاون والجلوفز والجوجلز والسيرجيكال ماسك، ولو هتعمل بروسيدير تلبس ان 95. البروسيدير يعني مثلا زي الكانولا ولا زي ايه يا فندم؟ لا بروسيدير يعني هتركب اندوتريكيال تيوب، او هتعمل تراكيوسكوبي، او هتفحص البق، او هتاخد الاسواب، لان الاسواب دي خلي بالك بتكحح العيان. هما انت عارف المستشفى العزل مش بيدخل البتاع للاخر ليه؟ عشان خايف ان هو يدخلها يوم يقعد العيان يكح في وشه. لا لا يا فندم، لا هي كانت حاله في الاي سي يو، كانت حاله نايمه خالص، فالمفروض كان يدخلها جوه، بس جايز هو مش عارف. احاول اتناقش معاه تاني. لو هو مش عارف خلاص دي قصه تانيه. تمام. طب اخر سؤال يا فندم، واحنا والزملاء راجعين من مستشفى العزل، يعني التحاليل اللي احنا بنعملها، يعني هل نعمل ولا يعني المفروض ان احنا بنعمل مره تمام، وبعد كده بنروح البيت، وبعد كده بنرجع تاني بعد 48 ساعه نعمل التحليل المره الثانيه، نبقى نرجع تاني لو الاولاني طلع نيجاتيف، ولا نعزل نفسنا في البيت وخلاص اسبوعين؟ لو انت رحت مستشفى العزل، انا موجود فيها يا فندم، بسال ان احنا بنعمل التحليل اخر اسبوعين، بنعمل مره وبنروح البيت، وبنرجع بعد 48 ساعه تاني نعمل التحليل المره الثانيه، ابقى ارجع تاني يا فندم، ولا مفيش داعي اخليني في البيت واعزل نفسي اسبوعين وخلاص؟ يعني انت بتقول لو قعدت تشتغل في مستشفى العزل تخرج من مستشفى العزل تقعد في بيتك اسبوعين؟ خلصت ولا هو ده قصدك؟ هقول لحضرتك تاني، انا في اخر الاسبوعين يوم الجمعه بياخدوا مننا تحليل تمام؟ وبعد كده انا بروح البيت، طلع نيجاتيف باجي لهم بعد 48 ساعه تاني يوم الاحد عشان اعمل التحليل المره الثانيه تمام؟ هل لازم ارجع تاني ليهم يوم الاحد، ولا ممكن اعزل نفسي في البيت الاسبوعين وخلاص؟ ده سؤال. انا المفروض انت كدكتور لو بشغال مظبوط ولابس البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت مظبوط، كل اللي انت بتقوله ده ما بيحصلش. فاهم الكلام؟ يعني في امريكا وايطاليا والكلام ده انت لابس البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت تروح عادي حياتك عادي، مفيش حكايه ان انت تتعزل اسبوعين دي. تمام. واضح؟ تمام. دي حاجة اختراع مصري. تمام. فأنت عايز تتعزل أسبوعين على راحتك، بس هو أنت مش محتاج تتعزل أسبوعين، أنت لو أنت لابس بيرسونال بروتكتيف إيكويبمنت خلاص.
مفيش اكسبوجر. يعني معنى كده ان مفيش داعي للتحاليل، معنى كده ان مفيش داعي للتحاليل وانا مروح اصلا. انا وجهة نظري طالما انت لابس لبسك مظبوط هتعمل التحليل ليه؟ تمام. انت تلبس تعمل التحليل وهتلاقي السي دي سي كاتبه كده. انت لابس لبسك مظبوط، لو انت لابس لبسك مظبوط وما عندكش سيمبتومز هتعمل التحليل ليه؟ طب يبقى كان ايه لازمه اللبس؟ تمام ده وجهه نظري. تمام، دي زياده في الاحتياط. انا لو رايي ان انت تخلي التحليل بتاعك للعيانين يمكن يكون افلا. ده اللي انا شايفه يعني. تمام يا فندم، بشكر حضرتك. العفو. دكتوره زينب اتفضلي. يا دكتوره زينب، وانا دلوقتي عندي سؤالين بالظبط. اتفضل. اول سؤال كان حد من زملاء الاطباء اللي بيشتغلوا في مستشفيات العزل، سمعت منه انه في الاكس راي يعني المانيفيستيشنز كلها بتظهر بيريفيرالي لكن سنترال سبيرنج، يعني مفيش حاجه ظهرت في السنتر نفسه، فهل ده له علاقه بالمود اوف ترانسميشن انه يبقى droplet infection؟ لا، هو اللي اتقال يا دكتوره زينب ان ليه علاقه بتوزيع الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ريسبتورز، ان هم قالوا ان الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ريسبتورز مينلي موجوده بريفرال عن السنترال. هو ده اللي انا قريته يعني. فبالتالي مش يعني ما نستغربش بقى انه droplet infection ومع ذلك بريفرال. بس هي دكتورة زينب فاكرة ان هو عشان دروبلت فلازم يبقى سنترال عشان دي اول حتة هيخبط فيها، بس هم لقوا ان هو بيروح اللنج كلها لكن بيبان بريفرال عشان الايس تركيزها في الحتة البريفرال اكتر، بس يعني ده اللي اتقال يعني. تمام. هو تاني حاجة بقى، هو ايه سبب ريكومنديشن ان الـ NSH تبقى avoided؟ هم لقوا في تجميع الحالات ان العيانين اللي ماتوا او did worse كانوا ماشيين على ايبوبروفين. تمام، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ على فكره في جايد لاينز قالت لا الكلام بتاع الايبوبروفين ده غلط بالفعل زي NHS، بس في ناس قالت ليه علاقه. انت عايزه رايي؟ طالما حد قال ان هو وحش وحد قال ان هو حلو ما نسيبك منه، ما احنا عندنا بدائل ثانيه، بس هي دي باختصار يعني. ما فيش ميه الحياه يعني الايبوبروفين، ندور على حاجه ثانيه. واحد قال انها بتموت واحد قال ما بتموتش، انا ايه اللي يجبرني عليها يعني؟ خلينا في الاسيتامينوفين أأمن. بالظبط. تمام شكرا. العفو. طبعا انا بس في كام سؤال كده معلش حد كاتبه، انا هقوله بسرعه وبعدين هكمل الاسئله. في حد كاتب علاقه البلاكونيل بالفيروس. تمام، كاتب بلازما، كان بلازما ترانسفيوجن هيلب. ايوه بلازما ترانسفيوجن هيلب، وفي ستاديز دلوقتي على ان انت تاخد الكونفليسنت بلازما اللي هي فيها الانتي بوديز علشان خاطر ان انت تعالج بيها العيان. ده سؤال دكتوره اميره. بعد كده بيقولوا علاقه البلاكنيل بالفيروس انه بيزود الزنك، ده بيقضي على الفيروس، ممكن ناخد زنك بعد قياس نسبه الزنك ولا انا فهمت غلط؟ اللي اتكتب على الهيدروكسيكلوروكوين اللي انا قريته ان هو بيقلل فعلا الفيرال ريبليكيشن، ولقوا ان هو عن طريق ان هو بيزود البي اتش اللي في اللايزوزوم، ولقوا ان الزنك ده كو ايجنت، فعشان كده كانوا بيقولوا يحط الزنك مع الهيدروكسيكلوروكوين. بعد كده ترايل بلاد ترانسفيوجن بريفيسلي كيورد، ده احنا قلناه ان هو فعلا عايزين يدوا الانتي بوديز، بس دي هتحتاج عدد كبير قوي من الناس. بعد كده سؤال عن الحصبه، ده لسه انا بقول لكم ده اندر ترايل، بس ده اللي احنا بنعمل عليه، انا مش هتكلم عليه اكتر من كده. سؤال وات ار ذا ايروزال جنريتنج بروسيدر، هو انتيوبيشن وسي بي ار. ده ندى بتجاوب اللي هو كاتباه الاجابات كلها، وسواب اور اسبرت از نوت اس جي ام بي. نسبة اور اسبرت از نوت، هي النقطه في حاجه الريكومنديشن حكايه ان انت وانت بتاخد النيزوفرنجيا سواب از نوت من الايروزال جنريتنج بروسيدر، دي عليها خلاف. انا ما بحبش الحاجه لان في ناس قالوا لا الايروزال دي ايروزال جنريتنج بروسيدر وناس قالت لا، فانا يا دكتوره ندى على الرغم ان انا عارف ان في حاجات قالوا ان نيزوفرنجيال سواب لا، لكن انا بخاف علشان خاطر دي ممكن تؤدي الى ان واحد يتعدي، فدي بخاف منها. في واحد كاتب الهيد كفر كمان مع الاي كفر. ايوه في جايد لاينز بتفضل الاي الهيد كفر طبعا، وفي ناس عايزين تغطي الجسم كله لان ممكن الفيروس يمسك في شعرك وانت تيجي تحط ايدك على شعرك وتعدي نفسك. لكن انا ليه بقول مش بقايل الهيد كفر؟ لان مش كل الاماكن وكل المستشفيات فيها الكلام ده،
تمام؟ لكن هل كل لما هتغطي نفسك هيبقى احسن؟ هيبقى احسن، بس اللي انا خايف منه ان احنا هنقعد نغطي 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 وبعد شهر او شهرين نلاقي ان البلد ما فيهاش ولا بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، وساعتها هتبقى تلاقي ابوك او امك رايح المستشفى وتلاقي ان الدكاتره يقول لك معلش ما معناش بيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت احنا مش هنقدر ندخل. فانا عايز احافظ عليها على قد ما نقدر. خلي بالك واحد كاتب برضو دكتورة عبير فواز كاتبة البلازما ترانسفيوجن احنا اتكلمنا عليها. دكتورة أميرة البلقوت بتقول should every patient presenting with fever and flu like symptoms be home isolated particularly many patients find it difficult. انا وجهة نظري ان العيانين اللي عندهم respiratory symptoms تمام، انا شايف ان العيانين عندهم respiratory symptoms دول المفروض في الموسم بتاع البانديميك ده نعتبرهم ان هم عندهم كوفيد، فانا احاول على قد ما اقدر ان انا اعزلهم في البيت واعلمهم ازاي عزل البيت. دكتوره يارا بتقول NHS و WHO said no relation between ibuprofen and worsening. ايوه يا دكتوره يارا انا قلت لك انا عارف ان في ناس قالوا الايبوبروفين مالوش علاقه وفي ناس قالوا ليه علاقه، بس انت حطي نفسك مكاني. انا عايزك تفكري كدكتور، انا الدكتور اللي بكتب الدواء، اكتب لعيان ايبوبروفين والعيان كل العيله بتاعته قرت على الفيسبوك ان الايبوبروفين ده بيموت؟ انت تفتكري ان انا كدكتور هكتب في الروشيت ايبوبروفين ويجي اهله يقولوا لي مش مكتوب يا دكتور ان الايبوبروفين بيموت، ازاي كتبت ايبوبروفين؟ انا هدافع عن نفسي ازاي؟ هقول له دبليو اتش او بتقول حاجه غير كده، هيقول لي طب وليه ما انت عندك بديل تاني. فخلي بالك من النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا. تمام. دكتور يوسف بيقول الزنك فايدته ايه؟ احنا لسه قايلين في سؤال ظريف، طب الايبوبروفين حصلت معاه المشكله هل استبعد كل الانسيدز؟ في ناس بتخاف من كل الانسيدز دلوقتي، هي المشكله كانت مع الايبوبروفين، لكن في ناس خايفه من كل الانسيدز فعلا واحنا عندنا بديل تاني، فانا افضل ان احنا نبعد عنه. تمام. طيب دكتوره اسماء عثمان اتفضلي يا دكتوره اسماء. السلام عليكم دكتور مصطفى. خلاص انا كنت هسال سؤال على البلازما ترانسفيوجن وخلاص حضرتك جاوبته يعني. طيب تمام ماشي يا دكتور اتفضل. دكتوره لمياء في سؤال يا دكتوره لمياء؟ طيب دكتوره ندى هتسال سؤال تاني، ده يبقى اخر سؤال مفيش حد تاني هيسال. اتفضلي يا دكتوره ندى. الو اتفضلي يا دكتور. دلوقتي انا بس عشان الصوت كان قطع عندي في جزء بتاع الهيلث كير بروفيشنال بروفيلاكسيس بهيدروكسيكلوروكين، ممكن بس حضرتك سريعا الملخص بتاع الحته دي؟ لا انا قلت ايه يا دكتوره ندى؟ انا قلت ان الهيدروكسيكلوروكين ده اندر ترايل، يعني انا ما اعرفش اذا كان هو افكتيف ولا لا، ده اندر ترايل، ممكن يبقى افكتيف ممكن، بس المشكله مش في كده، المشكله ان انا مش عارف الحكايه دي هتخلص امتى. تمام. طب انا بس في حاجه انا عايزه اشارك حضرتك فكرتي، انا مش عارفه اذا كان صح ولا لا، انا طبعا. بفكر من منظور الثيوريتيكال فكره ان الهيدروكسيكلوروكين انا مش هاخد منه غير ادفرس ايفنتس، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو انا ليه العب في مناعتي لما ممكن مناعتي تكون one of the shields اللي انا بعتمد عليها؟ ما هو ده اللي انا بقوله. بعد الفيروس ما يجي فكره ان الاميون ريسبونس يبقى اعنف وهو ده اللي يعمل لي النمونيا، هي دي المشكله، فبقى I need to suppress الاميونيتي عندها. لكن otherwise فكره ان الناس، لان السؤال ده بيتسالوا كتير قوي في العيله، فكره طب ما ناخد كبروفيلاكسس، طب ما ناخد مش عارفه ايه، طب ده وزاره الصحه منزلاه في البروتوكول، ففي لغط كتير في الموضوع مش اكتر يعني. مش انا معاكي، انا مؤيد الكلام ده، انا وايد الكلام ده، انا بقول تمام. انا مش بقول ان هو وحش ولا حلو، انا بقول هو اندر ترايل، ممكن يبقى كويس ممكن يبقى وحش، ما نعرفش بالظبط، ما نعرفش وملوش لازمه دلوقتي نستهلكه لان في ناس كتير اكيد هتحتاجه اكتر يعني. بالظبط بالظبط. تمام يا دكتوره ندى. اللي بعد كده دكتوره لمياء عايزه تسال، اتفضلي يا دكتوره لمياء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور مصطفى. عليكم السلام. طبعا الحضره دي كنت عايزه اسال بس سؤال، هو حضرتك كنت قلت مايلد بيشنتس وهم اسيمتوماتيك وبلس ان هم ما عندهمش نيمونيا في التشست اكس راي، فدول بنرجعهم البيت تاني.
هو دلوقتي ولو عندهم سيمتوم عندهم نيومونيا بنبدا بالعلاج بالسيفتراكزون والازيثروميسين وكده. هو هما الفكره في النيومونيا هي بتبقى فايرال وبعدين بتبقى كومبليكيتد ببكتيريا نيومونيا. يعني انا ليه بديهم انتي بايوتيك يعني مش قادره اوصل يعني هما كل البيشنتس اللي هتيجي بنيومونيا لازم اديها موضوع الانتي بايوتيك ده عشان كده كده هتنتهي ببكتيريا ولا الفكرة؟ طيب السؤال رائع. بص يا دكتورة لمياء، هتلاقي في البروتوكول بتاع ميشيغان كاتب الحكاية دي، كاتب ان العيانين ما تديهمش انتيبيوتيك لان لقوا ان معظم عيانين النمونيا سبب النمونيا كوفيد، سبب النمونيا ايه؟ كوفيد. فبالتالي كاتب ان اللي ياخد حاطط ريستريكشن على الانتيبيوتيك يوز، كاتب ان اللي ياخد الانتي وده اللي هتلاقيه في البروتوكول بتاعنا بتاع اسوان هارت سنتر وانا هشيره معاك. ان بس انا ليه مش عايز ان انا يعني اوزع الحكايه دي قوي، لان هو معتمد على حاجتين في الاضل مش موجوده في كل المستشفيات في مصر. ان هو كاتب ان النمونيا اللي ياخد الانتيبيوتيك اللي عنده ليكوسايتوزس واللي عنده كمان بروكالسيتونين عالي اكتر من ربع، وانا مش كل المستشفيات عندي فيها بروكالسيتونين، فبالتالي احيانا بنستسهل وندي الانتيبيوتكس لكل العيانين. طب الاستاديز اللي اتعملت في الصين لقت ان البكتيريا النمونيا انكومن ومعظم النمونيات اللي بنلاقيها مع كوفيد از فايرال وان الانتيبيوتك دي ملهاش لازمه. فبنفس المبدا اللي احنا عملنا ادينا بيه الاسولتاميفير عشان ما معناش التحليل، بندي الانتيبيوتك علشان احنا مش عارفين هي بكتيريال ولا فايرال. لكن لو عايزه رايي تقريبا 80% من عيانين الكوفيد بياخدوا الانتي بايوتكس وهم مش محتاجينها فعلا، يعني هم محتاجين ان هو ياخدوا الانتي فايرال بس، لكن الانتي بايوتكس ممكن يكون ملهاش لازمه، والانسز بتاع سيكندري بكتيريال انفكشن قليل فعلا. تمام؟ فانت متخوفه ان هم الانتي بايوتك ده ملوش لازمه، ودي حقيقه هو فعلا ملوش لازمه. تمام؟ في حاجة تانية عايزة تقوليها حضرتك؟ دكتورة لمياء. طيب لا جزاكم الله خيرا، خلاص هي بس الموضوع البكتيريا. انا بقول لك انا موافقك ان في حاجات ممكن تبقى ملهاش لازمه، فبس مضطرين يعني. طيب في سؤال تاني من دكتور علاء الامير. دكتور علاء بيقول وات اباوت بي سي جي؟ البي سي جي ده ستادي اتعملت فعلا، بدات في استراليا وقالوا ان هم عايزين ان هو يدوا بي سي جي، وكان الاستناد بتاعهم على البي سي جي هو ان لقوا ان الدول اللي فيها تطعيم البي سي جي، يعني ايطاليا مش بتطعم ولا فرنسا ولا انجلترا ولا امريكا، فعشان كده ايه اتبهدلوا. قال لك البي سي جي يبقى هو السبب في المشكله ده، انما الدول الفقيره اللي زي مصر والهند والكلام ده ما فيهمش عشان خاطر عندهم بيطعموا بي سي جي. طبعا فكرته رائعه، لكن ما تفسرش ليه الاطفال في امريكا ما مش افكتد، ما الاطفال ما بياخدوش بي سي جي. عشان كده انا لما قلنا الفكره اللي احنا بعتناها للجورنال قلنا لا ده تطعيم بيتاخد في امريكا والصين ومصر وكده، ففرضنا الميزه. هل البي سي جي بيدي مناعه ضد الاذر فايرال انفكشنز؟ الاجابه ايوه، في بيبر كانت معموله في اللانست قالوا ان فعلا البي سي جي بيدي فاكسين اجينست اذر فيروسز، وعملوا الاستدي على اليلو فيفر وفعلا كان البي سي جي بيوفر. هل ممكن ينجح؟ اتمنى ذلك، انا نفسي اي واحد ينجح عشان نخلص من الغمه اللي احنا فيها. فاحنا هنصبر على الترايل وهنشوف الاخبار ايه. دكتوره علا بتقول to what extent does the HIV patient with undetected PCR liable to catch COVID-19 and to develop complication. انا عندي عيان واحد بس عنده HIV وكان عنده symptoms بتاع COVID الاسبوع اللي فات واتصل بيا and he was doing well. انا ما اعرفش هو he was doing well علشان ال HIV بي suppress الاميونيتي والديزيز بتاع سايتوكاين ستورم، بس العيان ده فيه مشكله ان هو كان بادئ علاج. فخلي بالك ان العيان اللي بياخد الانتي فايرال بتاع ال HIV ممكن يكون الانتي فايرال ده بي suppress كمان السارس كوفي، لان اذا كان اللوبينافير ريتونافير بيعالج فيمكن علاج ال HIV بيقلل من الاعراض. فاحنا مش عارفين حتى الان اجابه الحكايه دي، فانا ممكن لما اعرفها بقول لحضرتك ال HIV والكوفيد. الزنك فايدته ايه؟ احنا قلنا ان هو بيشتغل. دكتور مروان عجبه المحاضره، ماشي يا دكتور مروان. Do you consider chloroquine phosphate the same as hydroxychloroquine؟ دكتوره نرمين بتسال هل الكلوروكوين زي الهيدروكسيكلوروكوين؟ المفروض ان الايفكت بتاعهم سيميلر، بس الكلوروكوين عنده هاير سايد افكتس، فاحنا بنستعمل الهيدروكسيكلوروكوين.
دكتوره ريم بتقول على الاتش اي في والبي سي جي، ما انا قلت الاجابه. الازماتيك بيشنت، ايه الوقايه؟ الازماتيك بيشنت دول يعتبروا من الناس اللي عندهم ريسك للكوفيد، فاحنا بنخلي بالنا منهم. والمشكله الثانيه ان في ازماتيك بيشنتس بيقوموا ماشيين على ستيرويدز لوكال بخاخه، فعشان كده اخلي بالك منهم. فانا لو في واحد ازماتيك هقول له من فضلك لو هتخرج من البيت البس ماسك، والافضل ما تخرجش. لو ليك والدك او والدتك عايز تنصحهم نصيحه، انا رايي ما يخرجوش، خليهم قاعدين في بيتهم. طب لو في شاب اقول له ولا يهمك مفيش حاجه هتحصل، احتمال ان انت تموت اقل من 1%. طب ما انت ماشي في الشارع في مصر، لو خبطتك مصر رقم 1 في العالم في حوادث العربيات، ممكن ان انت تتخبط. فمن فضلك يعني انا شايف ان انت لو شاب وعايز تروح في مكان زحمه البس ماسك. طب هل الـ WHO ريكومند ماسك فور ايفري وان؟ الاجابه لا. المشكله كمان ان انت هتخلص الماسكات وهنبقى في ازمه واللي انتم شايفين. فانا رايي ان انت وجهه نظري ان انت لو انت عندك ريسك فاكتور او والدك ووالدتك تقعد في البيت، لان انت لو اتعديت المشكله الكبيره، ودي اللي انا بعتذر جدا ان انا هقولها، بس مستشفيات الحميات بتحجز العيانين اللي عندهم مايلد تملى بيهم المستشفى، لكن العيانين السفير اللي بيدخلوا في الرعايه احنا المورتاليتي بتاعنا في مصر تقريبا 6%، وده كان رقم عالي. والمشكله لو انت عملت اناليسز للرقم، الكارثه مش الرقم ده، الكارثه ان احنا بنحجز حالات كتير قوي مايلد ما لهمش اي لازمه ونحتفل معاهم. لكن المشكله اللي انتم مش واخدين بالكم منها ان قالوا مش عارف من 53 واحد دخلوا الرعايه 43 واحد مات. يعني معنى كده ان انت اغلبيه اللي بيدخل الرعايه بيموت، واحنا بس بنحجز عيانين مايلد والارقام بتطلع حلوه، لكن الخوف ان انت لو بقيت سيفير هتموت. تمام. واحنا شفنا الاستاذ الكلينيكال باثولوجي توفاه الله لانه كان بيدور على رعايه. فمن فضلكم خلي بالنا من الحكايه دي. تمام. فليك والدك كبير في السن as much as you can يقعد في البيت عشان يأفويد الترانسميشن. دكتوره مي محرز بتسال interferon was used in a trial as inhaler, what's your opinion and what's used before for ACV which was RNA. ايوه الانترفيرون كان موجود على فكره في البروتوكول بتاع الماساتشوستس جنرال هوسبيتال قبل كده، البيتا سيرون بيتاخد انهيليشن، بس ده فور سيرتن بيشنت كيس باي كيس ستادي، فدي مكتوبه او مكتوبه فعلا. دكتوره يارا سيرفايفنج سيبسس كان بير ريكومند انتي بايوتيك فور سيكندري بكتيريا ويك ريكومنديشن. ايوه ما احنا قلنا في ناس قايلين ابدا انتي بايوتيك وناس قالوا ما تبداش، وقلنا ان الانتي بايوتيك زي ما هي مكتوبه في في ميشيغان بالبروكالسيتونين والليكوسايتوسيس، في ناس ثانيه بتريكومند امبيريك. انا رايي ريكومند امبيريك. ليه؟ لان مصر الامكانيات بتاع تضعيف بتاع تشخيص البكتيريا النمونيا ضعيفه. وات اباوت بي سي جي فاكسين اتكلمنا عليه؟ عايزين ماشي دكتوره ندى عشان نعمل فيديوهات خلاص. الزنك فايدته ايه؟ خلاص الدايابيتك بيشنت الدايابيتك من الناس اللي عندهم فيري هاي ريسك، خلي بالكم. دكتوره اسماء بتسال الدايابيتك من الناس اللي عندهم هاي ريسك، فملاحظه ان معظم اللي بيموتوا دايابيتك وهايبرتنسيف، فنخلي بالنا. الدكتوره في دكتوره ايفون بتقول المفاجاه ان الناس مش هتضروا اميون ديفيشنسي عكس المشاع، امال ليه نسبه الفيروس عاليه في الاولد ايج مع الديث وكوموربيديتي؟ خلي بالك ان في فرق بين ان انت تبقى اولد ايج وفي فرق بين ان انت تبقى اميون ديفيشنت. تمام. بمعنى ان انا لو عيان زارع بون مارو او زارع كبد او كلى، دي قصه مختلفه خالص عن ان انا اكون اولد ايج، لان الاولد ايج مش معناه اميون سبريشن. تمام. دي حاجه ودي حاجه. دكتوره ندى بتقول هل نبدا ميزلز تطعيم لكل الهاي ريسك؟ لا طبعا، احنا بنقول ترايل ولسه شغالين فيها، وانا كلمت ناس في الدوله وبتاع عشان نعملها، لكن ما تبدايش، لان الميزلز ده تطعيم ليه سايد افكتس، فلازم نكون عارفين الافكت. الميزلز ده بيعمل سخونيه وما بيتاخدش للحوامل وما بيتاخدش للاميون كومبرومايز، فما تاخدش مني الكلام كده، احنا لسه اندر ترايل، بس انا بفهمك ان احنا شغالين. البي سي جي سيل ميديتد اميونيتي ميزلز فاكسين هي مورال اميونيتي، يعني الاثنين مختلفين ولا انا فاهم غلط؟ الاجابه لا. الميزلز في بيطلع هيومورال اميونيتي ويطلع انتي بوديز، ولكن هقول لك معلومه يا دكتور محمد سعد، معلومه هتعجبك قوي. خلي بالك ان الميزلز واحد من الامراض اللي ما بيجي لك بيعمل ليمفوبينيا. بتفكرك بحاجه؟ الكوفيد كمان بيعمل ليمفوبينيا، فعشان كده هم يشبهوا بعض في حاجات كتير. فخلي بالك ان الليمفوبينيا دي واحد من الباثوجينيسيس بتاعت الكوفيد. فالميزلز فعلا هيومورال، بس امال احنا بنقول ليه ان احنا بنديتكت الانتي بوديز؟ طب ليه انت زعلت من الهيومورال واحنا هناخد البلازما بتاعت الناس اللي بتخف عشان نعمل بيها علاج الكونفاليسنت بلازما؟ يبقى معنى كده ان انا محتاج هيومورال، معنى كده ان انا محتاج انتي بوديز فعلا.
Why corticosteroids, دكتور دعاء جمال, why corticosteroids are not recommended to suppress cytokine storm? الستيرويدز موجودة فعلا في بعض الجايدلاينز وموجودة في الجايدلاين المصري بتاع الميثايل بريدنيزون, لكن في أمريكا عندهم حاجة أحسن اللي هو التوسيليزوماب, لكن إحنا مش عندنا. الكورتيكوستيرويدز الستاديز بتاعته في الإنفلونزا لقت إن فيه increased mortality, والستاديز بتاعته في السارس لقت إن فيه increased mortality, فعلشان كده قالوا إحنا مش محبذين الكورتيكوستيرويدز, هو ده السبب. دكتورة مي محرز بتقول الانترفين احنا زمناه. In pregnant may we use Mifluquine, it has the same effect like chloroquine. ده سؤال ظريف دكتورة مروة, ان طالما Mifluquine في الملاريا, انا ما قريتش الكلام ده قبل كده, بس لسه لما نشوف بقى حالة ملاريا, حالة واحدة pregnant نشوف هنديها انتي فيرال. بس دي فكرة حلوة, فكرة حلوة يا دكتورة مروة, ان احنا ندور على واحد يكون السايد افكس بتاعته اقل, بس هنشوف الاخبار ايه. بس انا ما اعرفش, انا ما اعرفش الحكايه دي, ما قريتهاش, بس نظريا ممكن. Patient hypertensive with respiratory symptoms should be tested or home isolated, home isolation is enough. دكتوره نهى بتقول لو العيان عنده respiratory symptoms في وقت الابيديميك اللي احنا فيه, انا رايي طالما ما عندوش ديسنيا وما فيش حراره رهيبه تمام, ممكن يبقى home isolated, لكن لو انت حسيت وقلقت عليه يبقى الافضل يروح المستشفى عشان يعمل chest x-ray ويمكن يحتاج كير. المشكلة ان احنا في خلال اليومين الجايين هيتفتح الكير في المستشفيات الخاصة, وفعلا المستشفيات الخاصة احد المستشفيات كان بيتكلم النهاردة قالوا لي ان هم هيبدأوا يستقبلوا حالات الكورونا, ففي خلال الاسبوع الجاي كل المستشفيات الخاصة هتستقبل كورونا, علشان انتوا اكيد عارفين الفرق بين الكير في المستشفى العزل, لان في مستشفيات حميات ما فيهاش جهاز سي تي, فيبقى انا لما هعزل العيان في مستشفى الحميات هل انا كده بفيده فعلا ولا لا؟ تمام؟ في الهيبارين كان بي يوز از نيبولايزر انه بيغير في شكل الايس, هل ده صح فعلا؟ دكتوره دعاء انا سمعت على حكايه الهيبارين بس انا مش عارف, بس جزء كمان من الباثوجينيسيس بتاع المشكله ان بيبقى فيه زي وايد سبريد ثرومبوزس وبيتكلموا على اليوز اوف انتي كواجولانت, فيمكن يكون انا مش عارف. هل المحاضره سجلت؟ في محاضرات. واحد دكتور يوسف انا في مستشفى عزل اقدر اساعد حضرتك بايه لو محتاج ابحاث او داتا؟ ما هو لو كان ينفع, ما هم مش راضيين يسمعوا لي يا عم. مش راضيين يسمعوا. طيب تمام, هل في حالات ريكورنس؟ دكتور محمد سعد بيسال هل في حالات ريكورنس. بيقولوا ان في حالات ريكورنس, بس انا مش عارف الحالات الريكورنس هل لان التحليل اللي اتعمل بين التحليل البوزيتيف والبوزيتيف كان فولس نيجاتيف ولا فعلا في ريكورنس, لان المشكله الكارثه ان انا مش عايز افكر ان في ريكورنس, لان لو في ريكورنس طب وبعدين؟ ما هو لو كل واحد هيتعدي وبعدين هنتعدي, امال العزل اللي احنا فيه ده هيخلص امتى؟ هيخلص يوم القيامه؟ مش عارف. ما هو لازم الناس تخف, الا لو كان في واحد معاه الفاكسين بقى ومستني يطلعه لنا ويبقى ينغنق, معرفش. بس احنا نتمنى ان السخونيه اللي جايه مع ان الناس تتعدي والهيرد اميونيتي الحكايه تخلص تمام, لكن هل في ريكورنس؟ في حالات ريبورتد ريكورنس, لكن احنا مش عارفين هل اذا كان الريكورنس ده بسبب ان هو فولس نيجاتيف ولا ان المرض كان هبط بس وما كانش انتهى تمام حتى الان. في دكتور محمد سعد بيقول طب ما اللونج تيرم السيرم ده حاجه تيمبوري للاسف, بس انت خلي بالك هما ليه بيدوا الكونفليسنت سيرم؟ لان انت لما يكون العيان عندك بيفيص في الرعايه بتدي له شويه انتي بوديز لغايه لما جسمه يشتغل ويطلع الانتي بوديز, فده تيمبوري سولوشن تمام, زي انت ما تدي لاي عيان انتي بايوتيك لغايه لما الجسم ياكل النيوتروفيلز بتاعتك تاكل بقيه البكتيريا, فانت بتديه حاجه تيمبوري. انت بتدي حاجه تيمبوري اكيد. الدكتور عبد المجيد بيسال after infection there will be permanent immunity or not, احنا لسه المرض بادي بقاله 3 شهور هنعرف منين؟ ما اعرف, لكن بنتمنى ذلك تمام. role of IgG و IgM testing احنا شرحناه ان مشكله الاي جي والاي جي ام ان هو بيبينوا الباست انفكشن, يعني لو السيمبتومز بتاعتي جت امبارح ممكن يبقى نيجاتيف, لو جت من 3 ل 4 ايام او 3 ل 5 ايام هيطلع بوزيتيف وساعتها هيبقى مفيد بالنسبه لي. فكره السيرولوجي ان هو ارخص واسرع, فلو انا عايز اعمل تحليل لكميه ناس كبيره فيبقى انا اخد الارخص والاسرع عشان استفيد بيه. الاستادي اللي احنا عايزين نعملها على السيرولوجي فور هيلث كير بروفيشنال, ليه؟ عشان لما يجي الدكاتره كلهم مرعوبين يتعاملوا مع الكورونا, او انا اعمل سكريننج لعيانين للدكاتره اللي يطلع فيهم بوزيتيف اقول له ادخل يا عم بقلب جامد وان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل.
دكتورة ريم بتقول طفل 10 سنين ما خدش البي سي جي، هل ياخد البي سي جي دلوقتي؟ مش عارف إجابة السؤال ده، لأن خلي بالك إن ده ترايل، هل تحب تعمل ترايل في الطفل اللي عنده 10 سنين؟ مش عارف. أنا هقول لك على حاجة، إحنا اتفقنا أصلاً إن البي سي جي إن الأطفال الديزيز مش بيجي فيها سيفير، فهل تدي ولا لأ؟ أنا أظن لأ. طب الدول اللي ما بتطعمش بي سي جي، إنجلترا وأمريكا وإيطاليا والكلام ده، هل فيها المرض سيفير؟ الإجابة لأ. فلو بتسأليني عندي طفل ما اتطعمش، هقول لك ما اتطعمش، وأنا بنتي ما اتطعمتش. تمام؟ الناس اللي جالها ميزل دايبيتك حتى لو كان كوفيد وإيه فيب ومش عارف إيه. بص الناس الكبار، مشكلة الناس الكبار ان الميزلز تتر. احنا لما احنا بعتنا البحث قلنا ان الناس لما بتكبر في السن الانتي بودي تتر بتاع الميزلز بيقل. ولما جينا ندور ايه اكتر دولة في العالم الدكاترة بتوعها الميزلز تتر بتاعهم قليل، تتخيلوا كانت دولة ايه؟ ايطاليا. بام بام بام. اللي بعده، هل ممكن تبعت البروتوكولات؟ حاضر هبعتها لك. بالنسبه للناس اللي عماله تفتي وتحرر هيموت الفيروسات، تقنعهم ازاي؟ ما اعرفش تقنعهم ازاي. قول له اخرج ولما يتعدي نقنعه. ان حمله الحصبه الحاليه ليها علاقه بالموضوع ولا دي صدفه؟ مش عارف، احتمال، بس هو ده اللي احنا شاكين فيه. انا مش عارف احنا وصلنا فين. ثانيه واحده عشان اجاوب اخر سؤال. في التسجيل، حاضر هنزل التسجيل. تمام، في اي حد عنده اي اسئله؟ انا فتحت الصوت بتاع كل الناس. في اي حد عنده اي اسئله قبل ما نقفل؟ يا خبر ابيض، كله حد عنده اي اسئله عشان شكرا جزيلا. شكرا. تمام، اي حد عنده اي اسئله؟ تمام، الف شكر لحضراتكم، الف شكر، الف شكر. وان شاء الله